فكروني. طيب خلاص تمام. اول حاجه يا جماعه، يعني ايه كلمه واي فانكشن في اكس؟ واي فانكشن في اكس يا جماعه يعني واي داله في اكس، يعني واي بتعتمد على اكس. يعني حتى يا جماعه في الرياضه يسموا كده الاكس، بيسموه الاندبندنت فاريبل، يعني متغير المستقل. في الرياضه برضو بنقول على الواي ده ان هو الديبندنت فاريبل، يعني الواي في الرياضه بيقولوا عليها ديبندنت فاريبل. ليه بقى؟ تعالوا افهمكم دلوقتي يا جماعه يعني ايه واي فانكشن في اكس. يعني الواي بيعتمد على الاكس، يعني حضرتك كل ما تغير الاكس بتلاقي الواي بتتغير معاها، وكأن الاكس ده هو الانبوت بتاعك والواي هو الاوتبوت اللي انت بتاخده. بمعنى ايه برضو؟ انا مش فاهم يعني ايه واي بتعتمد على اكس. يعني حضرتك كل ما تحط اكس في فاليو بتلاقي الواي بتطلع بفاليو مختلفه على حسب قيمه الاكس اللي انت حاططها. يعني مثلا لو المعادله اللي انا مديها لك دي واي داله في اكس، واي فانكشن في اكس وبتساوي اكس سكوير زائد 1، لو حد جه قال لك لما يكون الاكس ب 2 الواي هيطلع بكام، هتلاقي ان الواي ده بيعتمد على اكس. والله لو اكس ب 2 هتلاقي الواي طلع ب 5. طيب لو حد جه قال لك لو حطيت الاكس ب 0 الواي هيطلع بكام، الواي مش هيطلع ب5 برضه، الواي بيعتمد على قيمه الاكس اللي انت مدخلها. فلو انت حط الاكس من المعادله اللي انا حطيتها دي ب0 الواي هيطلع ب1، لو حطيت الاكس بناقص 2 الواي هيطلع بكام، والله لو حطيت الاكس بناقص 2 يبقى ناقص 2 تربيع ب4 زائد 1 ب5. اذا يا جماعه قيمه الواي بتعتمد على قيمه الاكس، وعشان كده قالوا ان الاكس ده هو الاندبندنت فاريبل، هو الفاريبل او المتغير اللي انت ممكن تحطه بقيم من دماغك. انما الواي ما ينفعش تحط لي الاكس ب2 وتقول لي ده الواي ب3. ليه يا عم؟ الواي بيعتمد على اكس. شوف الواي ايه العلاقه بين الواي والاكس، فلما يكون الاكس ب2 لازم الواي يطلع ب5 على حسب العلاقه اللي انت شايفها دلوقتي اللي انا مديها لك دي، ان الواي بيساوي اكس سكوير زائد 1. فما ينفعش حد يحط لي الاكس ب2 ويقول لي الواي ب3، لا، ده الواي ده اسمه ديبندنت فاريبل. يعني ايه ديبندنت فاريبل؟ يعني متغير تابع. طب تابع لمين؟ تابع للاندبندنت فاريبل اللي اسمه الاكس. ففي الرياضه كده بيسموا الاكس ده اندبندنت فاريبل، متغير مستقل. يعني ايه متغير مستقل؟ يعني حضرتك اللي بتحط، حضرتك اللي بتحدد قيمه الاكس. اما الواي ده ديبندنت فاريبل. ليه؟ لان انا مثلا ما ينفعش اجي زي الباشا كده اقول لك ايه الاكس ب2 والواي مثلا ب10، ما ينفعش اقول كده. ده الواي ده اسمه متغير تابع، يعني على حسب قيمه الاكس اللي انت حاططها هتشوف قيمه الواي. يعني انت لو بتقول الاكس ب2 لا الواي هيطلع ب5، لو حطيت الاكس ب2 الواي لازم يطلع ب5. فعشان كده بيسموا الاكس ده اندبندنت فاريبل، متغير مستقل، والواي ديبندنت فاريبل لانه بيعتمد على قيمه الاكس. جميل قوي. جم الناس قالوا لك طب هو معدل الواي بالنسبه للاكس، يعني لو جيت غيرت الاكس بمقدار 4 يا ترى الواي هيتغير بمعدل قد ايه؟ فمعدل تغيير الواي بالنسبه للاكس يا جماعه جم سموه دلتا واي على دلتا اكس، او الناس احيانا بتحب تقول عليه واي داش. الناس بتحب احيانا تكتبه كده واي داش. يبقى يا جماعه ايه الدي واي باي دي اكس او الواي داش ده اللي انا بقى ايه هقرفكم بيها الحقيقه النهارده؟ ايه هو الواي داش او الدي واي باي دي اكس؟ ده بيعبر عن مدى تغير الواي بالنسبه للاكس. يعني لو غيرت الاكس، يعني لو الاكس ده مثلا بواحد وانا جيت غيرته بمقدار 3 ب4، يا ترى الواي هيتغير معاه بمعدل قد ايه؟ الدي واي باي دي اكس هو اللي بيقيس الكلمه دي، بيقيس لما اغير الاكس بمقدار معين الواي بيتغير معاه بالنسبه لي قد ايه. طيب فهو ده الدي واي باي دي اكس او الواي داش. طيب الواي داش او الدي واي باي دي اكس ده المفروض بيجي ازاي؟ الحقيقه ليه قانون اساسي وقانون منطقي شويه. قال لك فرق الوايات على فرق الاكسات. يعني مثلا لو الاكس كانت ب2 وبعد كده اتغيرت لزيرو فالواي ب5 بعد كده اتغير للواحد، فالدي واي باي دي اكس هيبقى عباره عن 1 ناقص 5 على 0 ناقص 2. فده يعني ده الدي واي باي دي اكس عند نقطة معينة. المهم هو الدي واي باي دي اكس الحقيقة يا جماعة المفروض ان هو بيجي بقانون كده، قانون الأساسي ده، القانون الأساسي بتاعه عبارة عن قانون ليميت كده. القانون ده الحقيقة أنت مش هتدرسه، يعني أنت يمكن أنت في الكورس بتاعك كمان مش هتدرس الليميت أصلا. القانون ده يا جماعة لو يعني لو أنا فهمته لكم وجينا نطبقه عشان نروح نجيب الدي واي باي دي اكس الاكس سكوير هتتعقدوا.
يعني في منكم عارف ان الواي داش او الدي واي باي دي اكس الاكس سكوير ب2 اكس اهو شايف بتقولها في ايه في ثانيه. حضرتك لو رحت استخدمت القانون ده عشان تجيب ديريفاتيف الاكس سكوير ان هو 2 اكس هتتعذب. شايف انا هنا ماشي كام سطر؟ 3 سطور. ده يمكن كمان اكتر عشان في حاجات انا ايه عاملها في نفس السطر مكررها في نفس السطر، يعني مثلا بفك الاقواس التربيعيه وكده. فالحقيقه القانون ده قانون الاساس الاشتقاق ده انت مش هتستخدمه، يعني حتى لو انا حبيت اشرحه لك دلوقتي انت مش هتستخدمه وهتتضايق منه. فجي واحد بقى جنتلمان كده قال لك ايه، سيبك من القانون الاساسي بتاع الاشتقاق اللي فيه النهايات ده، الليميت يا جماعه اللي هي النهايات دي انتوا مش هتاخدوها اصلا في ماس زيرو، سيبك من القانون ده وانا هعمل لك شويه رولز، الرولز دي لو مشيت عليها هتعرف تجيب الدي واي باي دي اكس او الواي داش لاي فانكشن في الدنيا. ايه بقى الرولز دول؟ عباره عن 11 رول يا جماعه. لو ال11 رول دول اتعلمتهم هتقدر ان انت لو حد قال لك اشتق المساله دي هتقدر تشتقها، اي مساله كانت هتقدر ان انت تشتقها بال11 رول اللي احنا هنشوفهم دلوقتي. يعني يا باشمهندس قانون الليميت ده مش هندرسه مع بعض ولا هندرسه ولا حتى تسمع عنه. طبعا المهتم بيكم منكم يعني يعرف ايه القانون ده وجه ازاي وبنعمل ايه فيه طبعا ممكن نتناقش فيه، بس يعني ايه بعد السيكشن، يعني ان هو مش هيبقى ليه لازمه خالص ليكم. ماشي، فانا بس حبيت اعرفكم ان في قانون اساسي للاشتقاق. القانون ده واحد جه قال لك سيبك منه فكك منه خالص، انا هعمل لك شويه رولز شويه قواعد 11 قاعده لو انت مشيت عليهم هتقدر تجيب اشتقاق اي فانكشن في الدنيا من المعقد ده. تعال بقى ورينا القوانين بتاعتنا. تعال بقى نبدأ بأول رول. أول رول يا جماعة من 11، لو أنا الواي بتساوي سي حيث السي ده رقم كونستانت. لو الواي بتساوي سي يعني إيه سي؟ يعني رقم يا باشمهندس، يعني واي بتساوي 3، واي بتساوي 2، واي بتساوي 1، فإن الواي داش أو الناس أحيانا بتكتبه دي واي على دي إكس بيساوي، قالوا بقى بيساوي كام؟ بيساوي زيرو. يبقى يا جماعه لو انا مديكم مساله بقول لكم واي بتساوي 3 هات الدي واي باي دي اكس، فلو الواي بيساوي 3 اهو فالواي داش او الدي واي باي دي اكس هيساوي زيرو. دي كده يا جماعه اول رول عندنا. فعموما لو الواي بيساوي سي حيث السي ده بنسميه كونستانت. يعني ايه كونستانت؟ يعني ثابت، يعني مفيش اكس هنا، سي مجرد رقم، فان الواي داش بيساوي زيرو. على فكرة الكلام ده منطقي. منطقي ليه دلوقتي؟ هو يعني ايه واي داش يا جماعة؟ واي داش معناها تغير الواي بالنسبة لإكس. هو حضرتك هنا لو حطيت يعني في المثال الرقمي ده، حضرتك هنا لو حطيت الإكس بواحد الواي هتساوي كام؟ الواي هتساوي 3. لو حطيت الإكس بمية الواي هتساوي كام؟ الواي هتساوي 3. إذا يا جماعة مهما كانت قيمة الإكس هل الواي هتتغير؟ لا، لان الواي اصلا بتساوي رقم ثابت ما بتعتمدش على الاكس، يعني مفيش اكس اصلا هنا في العلاقه. وبالتالي معنى يعني معنى كده ان انت لو غيرت الاكس هل الواي بيتغير؟ لا، فمعدل تغير الواي بالنسبه لاكس مفيش تغير اصلا يا عم. فهتلاقي ان الكلام ده بيساوي زيرو، ده منطقي. يبقى انا لو الواي بتاعتي بتساوي كونستانت رقم ايا كان الرقم ده، يعني الواي ما بتعتمدش على اكس، فالواي داش او الدي واي باي دي اكس بتساوي زيرو. وده كلام منطقي لان انت مهما تغير في الاكس الواي اصلا ثابت ما بيتغيرش. فمعنى كده لو جيت عملت فرق الوايات على فرق الاكسات هتلاقي ان فرق الوايات ما بيتغيرش اصلا، فهتلاقي ان الكلام ده هيطلع بزيرو ما فيش تغيير اصلا. ماشي، دي كده اول رول عندنا. مثال كمان عليها، لو الواي بتساوي ناقص 1000 فالواي داش هيساوي زيرو برضه. طالما الواي بيساوي كونستانت رقم ما بيعتمدش على الاكس معنى كده ان مفيش تغيير، يعني الواي داش بتاعتك بزيرو. طيب 2، طبعا واحد ممكن يسالني يا باشمهندس هو ايه لازمه ان انا ادرس الواي داش، يعني ايه لازمه التفاضل؟ طيب هقول لكم كده على معلومه برضو عشان تفهم ايه لازمه التفاضل، وعلى فكره انت هتدرس تطبيقات للتفاضل بس ما عليك. لو انت دلوقتي سايق عربيه مثلا في لحظه معينه اهو وعايز تعرف السرعه بتاعتك، وعايز تعرف السرعه بتاعتك، فانت ممكن تعرف السرعه بتاعتك بحاجه لطيفه خالص، ان انت تشوف انت بتقطع مسافه قد ايه في زمن قد ايه. يعني مثلا لو انا سي دلوقتي وهو واقف بالعربيه عند تايم زيرو،
بعد كده بعد ثانيه شفت بعد مثلا بعد دقيقه هشوف انا قطعت مسافه قد ايه، فهقوم قايل كده المسافه اللي انا قطعتها ناقص الزيرو لان انا كنت واقف من البدايه على الفرق الزمني. الرقم اللي يطلع لك ده هو السرعه. يمكن مشهور قوي ان السرعه هي عباره عن ايه؟ تفاضل المسافه بالنسبه للزمن. اهو دي تطبيقات من تطبيقات التفاضل يا جماعه. برضو في قدام يمكن ده في ماس 3 بقى ان شاء الله لما توصلوا ان شاء الله الديفرنشال ايكويشن، ان في حالات في حالات كده يعني مثلا في موجات الاتصالات اللي بتبقى في الهواء دي بتتوصف بحاجه اسمها ديفرنشال ايكويشن. تلاقي مثلا المعادله كده واي دبل داش زائد واي داش بتساوي 3. فكون ان انت تعرف تحل المعادله التفاضليه دي يعني ده ساعتها تعرف انت شكل الموجات في الهواء عامله ازاي. يعني في حاجات وخصوصا اللي هيخش منكم كوميونيكيشن هيلاقي ان التفاضل لا ليه ابلكيشن. يعني هو نعم انتوا دلوقتي بتدرسوه واي بيساوي 3 واي داش بزيرو، طب انا ايه لازمه الكلام ده؟ لكن يا جماعه هو الحقيقه هو ليه ابلكيشن. يمكن انتوا هتاخدوا ابلكيشن كده بسيط عليه بس قدام في ابلكيشنز قويه جدا لموضوع الديفرنشيشن. مفيش مهندس ما يعرفش ازاي يعمل تفاضل اصلا. طيب فاول رول عندنا لو الواي بيساوي كونستنت فالواي داش هيساوي زيرو. تعالى لتاني رول من 11 لو الواي بيساوي اكس باور ان، لو الواي بقى بيساوي اكس باور 3 اكس باور 5 اكس باور 10 فالواي داش هيساوي ايه بقى يا عم الحاج؟ الراجل اللي هو الجنتلمان يا جماعه اللي هو ماسك قانون الليميت لما راح جرب اكس اس 3 مثلا لقى ان مشتقاتها بتبقى 3 اكس سكوير، لما راح جرب اكس اس 4 لقى ان الواي داش بتاعت الاكس اس 4 ب 4 اكس اس 3. ايه ده؟ يعني لاحظ ايه؟ لاحظ ان الواي داش لو هو عنده اكس باور ان، ان الباور ان ده بينزل هنا ويحصل ايه للباور الجديد؟ بيقل واحد. يبقى يا جماعه لو انا عندي اي فانكشن على شكل اكس باور رقم كل اللي انت هتعمله هتنزل الباور وتنقص منه واحد. مش فاهم، تعالى كده لو واي بتساوي اكس باور 5 اهو فالواي داش او الدي واي باي دي اكس بيساوي، هنزل الباور واطرح من الباور ده واحد تبقى 5 اكس اس 4 وبكده تخلصتها. طب لو الواي بتساوي اكس اس 10 فالواي داش هيساوي، طالما اي حاجه على شكل اكس اس ان حيث الان ده رقم فانت بتنزل الباور وتطرح من الباور ده واحد. حلو. طيب لو عندك الواي بتساوي 5 اكس اس 2 عايز يلا جيب الواي داش هيساوي، واحد هيقول لي ثانيه كده يا باشمهندس تفاضل الخمسه ده بزيرو. ليه يا باشمهندس؟ ما الخمسه ده يا باشمهندس رقم كونستانت. لا، رقم كونستانت دي يا جماعه بتتقال امتى؟ لما يبقى كونستانت فعلا، يعني ما يبقاش مضروب في اكس وتقول ان دي كونستانت. هل دي بالله عليكم كده كلها على بعضها؟ ماليش دعوه، الخمسه مضروبه في اكس سكوير، دي بقى كده كلها على بعضها 5 اكس سكوير دي كونستانت؟ لا، يبقى ما تقوليش ان التفاضل الخمسه دي بزيرو. يبقى يا جماعه امتى التفاضل يبقى بزيرو؟ لو الواي بتساوي كونستانت فعلا، يعني الثلاثة ده مش مضروب في اكس اهو، الناقص 1000 ده مش مضروب ولا في اكس ولا في اكس سكوير ولا اي اكسات، ده ناقص 1000 رقم كونستانت. انما هنا واحد عايز يمسك الخمسه دي ويخليها لي بزيرو، ليه؟ ما ده الخمسه ده مضروب في فاريبل، امال هعمل ايه فيه؟ بصوا بقى يا جماعه، لو عندك رقم مضروب في فاريبل ايوه هو ممكن نثبت الخمسه ونشتق الثانيه بالظبط كده. ايوه انت عايز تستخدم قانون البرودكت؟ تمام، يعني قانون الضرب يعني، بس برضو حتى دي ملهاش داعي. يعني بص خلينا بقى نقول ايه حاجه كده احسن الطف. بص يا جماعه لو انا عندي رقم مضروب في فاريبل سيبك من الرقم ده اكنك مش شايفه، يعني لما تروح تشتق اهتم لي قوي بالاكس سكوير دي والخمسه مالكش دعوه بيه. الاكس سكوير ده يا جماعه هو اكس باور ان، ازاي تشتق الاكس باور ان؟ بتنزل الباور وتنقص منه واحد، والخمسه دي مالكش دعوه بيها طالما عندك رقم مضروب في فاريبل اهتم بالفاريبل، انما الرقم ده مالكش دعوه بيه، ما تعملوش اشتقاق مالكش دعوه بيه اصلا. فالاكس سكوير ده يا جماعه الديريفاتيف بتاعه بايه؟ هنزل الباور اللي هو 2 واطرح من الباور واحد فهتبقى 2 اكس، وهنا في خمسه اللي انا ماليش دعوه بيه هتبقى كام؟ 10 اكس. يبقى يا جماعه
طالما عندك رقم مضروب في variable ما تروحش بقى تقول لي يلا بقى هشتق الرقم ده وهعمله، لا مالكش دعوه بالرقم، ما تصعبهاش على نفسك، سيبك من الرقم، اهتم بالاكس سكوير، والخمسه دي كده كده بتنزل زي ما هي. فالاكس سكوير ده الديريفاتيف بتاعه، هنزل الباور يبقى 2 واطرح من الباور 1 فيبقى 2 اكس باور 1 اللي هي 2 اكس يعني. وهنا في الخمسه اللي انا مطنشه اللي انا هنزله زي ما هو، يبقى 5 في ال 2 10 اكس. واحده كمان، الواي بتساوي 3 اكس باور 6. الواي داش بيساوي، ها مالكش دعوه بالثلاثه بقى، الاكس باور 6 ب 6 اكس اس 5. انت هتنزل الباور وتطرح من الباور 1 يبقى 6 اكس اس 5، وال6 هتقوم شايفه ان في 3 موجوده هتقوم مضروبه فيها، و6 في 3 ب 18 اكس اس 5. طيب حاجه بقى مهمه عايز اقولها لكم برضه، هو افرض دلوقتي يعني انا لما كان عندي اكس اس 5 مثلا قلت 5 اكس اس 4، افرض الاكس اس 5 دي نفسها موجوده بس في المقام، هل يا ترى الواي داش هتبقى كده يا باشمهندس؟ ازاي كده بقى وريني كده. 5 اكس اس 4 نزلت الباور وطرحت من باور 1، لا لا ليه يا باشمهندس؟ ما انت لسه بتقول كده اهو، لو عندك اكس باور ان نزل الباور واطرح من باور 1، انا عملت اللي انت قلته. لا، هل انا في الرول بتاعتي رقم 2 قلت ان الاكس باور ان دي في المقام، جبت سيره مقام اصلا؟ لا. فعايز اقول لك ان لو الاكس باور ان موجوده في المقام اوعى تروح تشتقها اصلا، ما تقربلهاش، طلعها الاول في البسط في النيمينيتو فوق، وبعد كده انا وانت نتفاهم. يبقى يا جماعه ملحوظه مهمه، لو الاكس باور ان موجود في المقام اوعى تروح تعمل العك اللي انا عملته ان انت تنزل الباور وتطرح منه واحد، ما ينفعش. لازم الاول تطلع الاكس باور ان دي فوق، وبعد كده انا وانت نتفاهم بقى. طب هو انا يعني لو الاكس اس 5 عايز اطلعها فوق، هي هتطلع باكس باور كام؟ اتكلمنا فيها المره اللي فاتت دي، باكس باور سالب 5 بالظبط كده، باكس باور سالب 5. لو عايز اطلع حاجه من مقام للبسط بعكس بس اشاره الباور. دلوقتي الواي بتساوي اكس يعني ناقص 5. ايوه يعني خمسة. نقدر نقول ان التفاضل في المقام حرام. ايوه بالظبط كده، خلينا نقول عليه حرام لحد دلوقتي، ماشي. يبقى يا جماعه التفاضل في المقام بلاش، يبقى لو حاجه في المقام لا، بعد اذنك نطلعها بسط وبعد كده نتفاهم. طيب فانا الاكس اس 5 اللي في المقام طلعتها بسط اكس اس ناقص 5، ودلوقتي هقدر ان انا اشتق ازاي؟ ما هو بالرول بتاعتنا بتقول ايه، نزل الباور واطرح منه واحد، نزل الباور ده اسمه ناقص، نزل ناقص 5 ايه المشكله، نزل الباور واطرح من الباور ده واحد، ناقص 5 ناقص 1 هتبقى ناقص 6. طرحت منها واحدة ناقص 5 ناقص 1 يبقى ناقص 6. كده يا جماعة أنا قدرت أشتق المسألة دي. طيب واحدة كمان، لو الواي بتساوي جذر إكس، ها جذر إكس، هو جذر إكس ده يا جماعة اللي هو إكس أس كام؟ أقدر أكتبه إكس أس كام؟ قلناها المرة اللي فاتت برضه، يبقى واحد على اتنين في الجذر نص نص بالظبط كده، بالظبط كده. يبقى الواي يا جماعه الروت اكس اللي هي اكنها اكس اس نص، دلوقتي خلاص اقدر اشتقها ان هنزل الاس اللي هو نص واطرح من الاس ده واحد، فنص لو نقصت منه واحد نص ناقص واحد بسالب نص. كده قدرت ان انا اشتق المساله دي. طب واحده بقى بس صعبه قوي يعني، ودي هتبقى اخر واحده في الجزئيه دي، واي بتساوي واحد على ثانية واحدة روت كيوب لإكس سكوير أو إكس بار 4. ثانية برضو عشان عايز ألخبطكم، وهنا هحط رقم وهنا مثلا أقوم حاطط رقم عشان إيه جبنا آخر الرول دي. واي بتساوي 2 على 5 روت كيوب إكس أس 4. طب حلو قوي، أكيد أنا مش هروح أشتقه في مقام بالمنظر ده. طب هل الواي داش بزيرو كونستانت يعني؟ لا مش كونستانت، ده في اكس اهو، هو حد يقول لي ان التفاضل بزيرو؟ طب ما هو في 2 وفي 5 اهو، لا بس دول في الاخر فيهم معاهم اكس، يعني معاهم اكس فطنشهم. يعني دلوقتي يا جماعه الواي ممكن اكتبها بالشكل ده، ال 2 على 5 اللي هو الرقم اللي اسمه 2 على 5 طنشه خالص، مالكش دعوه بيه، سيبك منه.
اما ده هو ده اكس اس كام؟ عشان انا مش واخد بالي. روت كيوب اكس اس 4 دي ممكن اكتبها اكس اس كام وهي تحت كده؟ اكس اس كلمنا برضو فيها المره اللي فاتت دي 4 على 3. ده وهي في المقام يا جماعه اسمها اكس اس 4 على 3 طبعا، وهي في المقام ما ينفعش، ما فيش بيننا كلام، فلازم اقوم مطلعها فوق باكس اس ها سالب 4 على 3 بالظبط كده. يبقى يا جماعه الاثنين على 5 ده مبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم ده كونستانت مش بزيرو، سيبك منه لان هو مضروب في اكس، يعني ولا الخمسة تقول لها طلعها فوق ولا تنزلها تحت، ملهاش داعي تطلعها فوق ولا تنزلها تحت، احنا مالنا بيها اصلا. فالرقم ده 2 على 5 ده عباره عن اكس اس 4 على 3 وهو اصلا كده في المقام فما يرضناش الكلام ده، قمت مطلعها فوق باكس اس ناقص 4 على 3. دلوقتي نقدر نشتقها بمنتهى البساطه، الواي داش هيساوي 2 على 5، هنزل الباور اللي اسمه ناقص 4 على 3 ونقص من الباور ده 1. الرول بتاعتنا بتقول كده، هنزل الباور اللي هو ناقص 4 على 3، ناقص 4 على 3 لما ينزل هيلاقي في وشه 2 على 5 يقوم مضروب فيها، فناقص 4 على 3 في 2 على 5 بناقص 8 على 15. كانت منين دي؟ اهو نزل ناقص 4 على 3، ناقص 4 في 2 بناقص 8، وتحت هيبقى في 3 في 5 ب 15. طيب واطرح من الباور ده 1 على الآلة بقى، لو قلت كده على الآلة ناقص 4 على 3 ناقص 1 هتديك ناقص 7، ناقص 7 ثانية واحدة، ناقص 7 على 3. يبقى يا جماعة كل اللي عملته نزلت الباور ناقص 4 على 3 ده هنا، شاف الاثنين على 5 في وشه أم مضروب فيها ادالك ناقص 8 على 15، وبعد كده طرحت من الباور ده 1 فناقص 4 على 3 ناقص 1 بالكالكوليتر حتى تعملها هديك ناقص 7 على 3. دي كده كانت تاني رول معانا اللي هي رول الاكس باور ان. كانت اهم معلومه فيها ان لو اكس باور ان موجوده في المقام ما ينفعش، لازم تطلعها فوق الاول في البسط وبعد كده تتعامل. طيب رول رقم 3 لو انها مش رول ولا حاجه يعني كنا ممكن نقولها على الماشي كده، لو انا عندي الواي بيساوي، لو انا عندي الواي بيساوي اكس سكوير مثلا زائد 4 اكس ناقص 5، عايز اقول ايه في الرول ده يا جماعه؟ لو انا عندي كذا حاجه مجموعه او مطروحه من بعض، يعني عندي هنا اكس سكوير، بعد كده في بلس ترم تاني اسمه 4 اكس، بعد كده عندي ماينس ترم تالت اسمه ال5، اتعامل ازاي مع المساله دي؟ بص حضرتك لو عندك كذا ترم مجموعين او مطروحين من بعض بتعامل كل واحد على حده. يعني ايه؟ يعني مثلا عندي مساله زي كده، حاجات مجموعه مطروحه من بعض، هاجي عند الاكس سكوير مع نفسه كده افكر فيه. فالاكس سكوير يا جماعه لو احنا عايزين نفضله، تفضل الاكس سكوير بايه؟ ب 2 اكس، اللي هو حضرتك بتنزل الباور وتنقص من الباور واحد. بعد كده تيجي لل 4 اكس برضه تفضله مع نفسه. انا قصدي بالرول دي يا جماعه ان لو عندك حاجات مجموعه او مطروحه من بعض بتفاضل كل واحد منهم على حده، يعني الاكس سكوير فكرت فيه مع نفسه ب 2 اكس. بعد كده ال 4 اكس اهو يلا مع نفسنا كده نفكر فيها. ها ال 4 اكس صحيح يا جماعه تفاضلها بايه؟ رخمه دي صح؟ ما هي على شكل اكس باور ان. اكس باور ان ايوه بالظبط كده ب 4، ليه ب 4؟ ما هي انت عندك الان هنا او الباور هنا بكام؟ بواحد، نزل الباور هيبقى 1 في 4 ب 4، واطرح من الباور 1 هتبقى اكس اس 0. اي حاجه على فكره يا جماعه اس 0 بواحد، يعني اكس اس 0 دي بواحد، فعشان كده مشتقة ال 4 اكس ب 4، مشتقة ال 100 اكس ب 100، مشتقة الناقص 5 اكس بناقص 5، لانك لما تنزل الباور اللي هو 1 وتنقص من الباور 1 فيبقى اكس اس 0، اكس اس 0 اللي هي ب 1. بعد كده ناقص ها جينا على الترم الثالث اللي هو 5 ده بزيرو، ده اسمه كونستانت يا جماعه بقى. ليه؟ لان الخمسه ده ولا مضروب في اكس ولا مقسوم على اكس، ده الخمسه ده كونستانت صريح مع نفسه، فده كده هيبقى بزيرو اللي هو ما فيش داعي طبعا نكتب كلمه زيرو دي. فالرول الثالثه دي او هي مش رول كنا ممكن نقولها كملاحظه اصلا، ان انا لو عندي حاجات مجموعه او مطروحه من بعض بتعامل كل ترم على حده على انفراد تروح تعمل له ديريفاتيف. ده كان المقصود بالرول دي. طيب
انا بعد كده لرول رقم 4، لو انا عندي الواي من هنا بقى ابتدت ايه الدنيا تشد شويه. طب قبل ما تشد ممكن يعني نقول برضو رول سهله شويه، لو انا عندي الواي يساوي يعني سوري يعني ممكن نسميها الهاير اوردر ديريفاتيف، الهاير اوردر ديريفاتيف. ايه بقى قصه الهاير اوردر ديريفاتيف دي يا جماعه؟ هل انت دايما في المسائل هيطلب منك الواي داش او اللي انا بكتبه دي واي باي دي اكس؟ مش شرط، حضرتك ممكن يطلب منك حاجه اسمها او احيانا يا جماعه الناس بتحب تكتبها كده دي سكوير واي باي دي اكس سكوير، نعملها بسط المقام دي سكوير واي اهي اللي هي اسمها بيسموها المشتقه الثانيه باي دي اكس سكوير. فاحيانا في مسائل يعني مش شرط يطلب منك واي داش واي داش او دي واي باي دي اكس، لا ممكن يطلب منك حاجه اسمها الواي دبل داش، او احيانا الناس بتسال عليها بالطريقه دي يقول لك هات دي سكوير واي على دي اكس سكوير، معناها هات المشتقه الثانيه. برضه ممكن تسال برضه على المشتقه الثالثه يقول لك هات الواي تريبل داش، واحيانا يا جماعه الناس بتكتبها كده برضه دي كيوب واي اهي، دي طريقه كتابه ثانيه ليها باي دي اكس كيوب. فانت القصد ان انت ممكن يطلب منك ما يسمى بالمشتقات العليا. ايه بقى المشتقات العليا؟ سهله قوي. انا دلوقتي يا جماعه لو عندي مثلا واي بتساوي اكس اس 5 زائد مثلا 3 اكس تربيع زائد 6، وحد جه طلب منك ايه؟ طلب منك كده دي كيوب، بيقول لك فايند هات ماشي الدي كيوب واي دي كيوب y by dx cube. معناها ايه؟ معناها ان المطلوب منك في السؤال ده ان انت تجيب المشتقه الثالثه دي كيوب y by dx cube، معناه ان هو عايز الواي تريبل داش الواي 3 داش المشتقه الثالثه. طب هو انا لما اروح اجيب المشتقه الثالثه اعمل ايه يعني؟ هقول لك تعمل ايه، حاجه في منتهى البساطه، هتروح تمسك مسالتك دي وتجيب لها المشتقه الاولانيه. حلو، بعد ما تجيب المشتقة الأولى اللي هي الواي داش يعني هتشتقها تاني فتجيب المشتقة التانية، بعد ما تجيب المشتقة التانية تمسكها تشتقها تجيب المشتقة التالتة، أكنك هتعمل الاشتقاق أو الدريفاتيف ثلاث مرات. يعني بصوا يا جماعة أول حاجة تروح تجيب الواي داش. أيوة، هو ممكن أكتبها بطريقة تانية يعني مثلا أحتاج المشتقة التالتة بس بطريقة تانية غير واي تريبل داش و دي كيوب واي باي اكس كيوب؟ ايوه لا هي بص هي في طريقه بس دي بتتقال من اول الفور داش مش من تريبل داش. بصوا يا جماعه يعني بس لو ان انا ما اعتقدش ان في الكورس بتاعكم خالص بيطلب منك الفور داش، بس تعالى نقول لو انا يا جماعه عايز الواي فور داش، واحد هيجي يقول لي بقى يا باشمهندس طبعا هي ممكن تتكتب كده دي فور واي باي دي اكس بار 4 دي فور واي باي دي اكس بار 4. الحقيقه بقى يا جماعه الواي 4 داش الطريقه دي ماشي شغاله، انما مش معقوله لو انا طلبت منك انك تشتق 10 مرات ان انا اقعد اعمل 10 شرطات كده، ده كده هيبقى شكل غبي قوي. فقال لك لا، لو انت عندك الواي اكتر من 3 داش ما تعالى نتفق ان احنا نكتبها كده واي ما بين قوسين حط 4. ايه ده؟ هي كده مش دي لكنها واي باور 4؟ لا يا باشمهندس، بص لو الرقم اللي فوق ده محطوط بين قوسين يبقى ده مش باور، يبقى ده قصده 4 داش بس هو مكسوف يكتبه، او مش مكسوف يعني هو شايف ان هو هيبقى كتير ان هو يكتبه، فبحيث ان هو لو طلب مثلا المشتقه ال10 ما يروحش يكتب واي ويقعد بقى يعمل 10 شرطات فوق، لا يقول لك ما نكتب يعني نكتب واي كده وفوقيها ما بين قوسين عشان يميزها بينها ما بين الباور. طالما الرقم محطوط بين قوسين افهم ان دي كده 10 داش، افهم مثلا دي مثلا انا كاتبها دي 4 داش مش باور مش واي باور 4 دي 4 داش. فدي الطريقه دي طريقه ثالثه برضو للكتابه، بس دي الحقيقه بيكتبوها لما تبقى اكتر من 3 داش بيبتدوا بقى يعني انت عمرك ما تلاقي حاجه اسمها واي 4 داش، مفيش حاجه اسمها كده، يا يكتبها كده من الاول دي 4 واي باي دي اكس بار 4 ايوه، او يقوم كاتبها بقى واي ما بين قوسين عمرك ما تلاقي 4 داش دي ما بين قوسين 4، دي تفهم انها واي 4 داش مش واي باور 4 مش اس 4 دي، لا ده واي 4 داش. دي الطريقه يا باشمهندس الثالثه لكتابه الديريفاتيف. دلوقتي بقى احنا عندنا في مسالتنا دي عايزين الواي تريبل داش،
فانا زي ما قلت لكم اول حاجه هعملها ان انا هجيب الواي داش اصلا، فالواي داش هيساوي الاكس اس 5 مع نفسها والثلاثة اكس سكوير مع نفسها والستة مع نفسها. زي ما قلنا من شويه في الرول رقم 3 ان لو عندك حاجات مجموعه او مطروحه من بعض بتعامل كل واحده منهم على حده. فالاكس اس 5 دي لو انا هشتقها اهو هنزل الباور واطرح منه واحد، زائد الثلاثة اكس تربيع دي عايز اشتقها اهو، مالكش دعوه بالثلاثة، ما تقوليش دي بزيرو، دي مضروبه في فاريبل، مالكش دعوه بالثلاثة، خليك ركز لي مع الاكس سكوير. هنزل الباور اللي هو 2، فيبقى 2 في الثلاثة اللي انا ماليش دعوه بيه ده يبقى ب6، واطرح من الباور واحد فهتبقى اكس اس 1 2، لو طرحت منها واحدة يبقى 1، زائد اخر حاجه عايزين نشتقها الستة ده بزيرو. ليه؟ لانه كونستنت يا شباب. طيب ده كده الواي داش، وانا هروح بعد كده اجيب ايه؟ الواي دبل داش. ما هو الواي تريبل داش يا جماعه مش هنعرف نجيبها في خطوه، لازم تعمل كده، تروح تجيب الواي داش. هنشتق بقى الواي داش دي، هتجيب ما يسمى بالواي دبل داش. بعد كده الواي دبل داش بعد ما هنجيبه هنشتقه كمان مره، هنجيب التريبل داش اللي احنا عايزينها. الواي دبل داش يلا نجيبه كده، 5 اكس اس 4 هشتقه، فهنزل اول حاجه الاربعه تنزل لي هنا 4 في 25، واطرح من الباور 1 فتبقى اكس اس 3، زائد 6 اكس. ها من شويه قلنا اي حاجه اكس 5 اكس ب 5، 6 اكس ب 6 ليه؟ هو هتنزل الباور اللي هو 1، 1 في 6 ب 6، وتطرح من الباور 1 فتبقى اكس اس 0، واي حاجه اس 0 ب 1، مفيش داعي نكتبها. بعد كده اخيرا هنجيب الواي تريبل داش، هو المطلوب في المساله دي، هيساوي هتنزل الباور 3 في 20 ب 60، وتطرح من الباور 1 فيبقى اس 2، زائد تفاضل الستة ده كونستنت صريح ب 0. كده يا جماعه احنا قدرنا نجيب الواي تريبل داش للمساله دي. يبقى لو الراجل طلب منك هاير اوردر ديريفاتيف ده بالنسبه لنا شيء بسيط، تقدر ان انت بس لو عايز مثلا واي دبل داش هتروح تجيب الواي داش وتقوم ماسك الواي داش دي نفسها تشتقها تاني، هجبت انت كده خلاص الواي دبل داش. فده المقصود بالرول بتاعه الهاير اوردر ديريفاتيف. طيب رول رقم 5 اللي هي بعنوان البراكت او الاقواس. لو انا عندي فانكشن اهي اس ان، طبعا انتوا بتحبوش الرموز، لو انا عندي واي بتساوي براكت كده قوس مثلا جوه كده اكس تربيع زائد اكس ناقص 1 اس 10 حلو، وعايز اجيب الواي داش، ده المقصود بالرول رقم 5 يا جماعه، ان انا يبقى عندي فانكشن عندي داله اهي جوه قوس، اعمل هنا ايه بقى؟ الراجل اللي هو يا جماعه الجنتلمان ده اللي هو قال لك انا هديك 11 رول تمشي عليهم تدعي لي، قال لك تعمل ايه لو لقيت قوس؟ نزل الباور حلو، واطرح برده من الباور واحد، والقوس سيبه زي ما هو، يعني ما تعملش اي حاجه في القوس من جوه، يعني انت هتنزل باور تطرح بس من الباور واحد حلو. بعد كده بعد ما خلص الكلام ده اضرب في مشتقه ما بداخل القوس، يعني هات الاف داش بتاعه اللي جوه القوس ده. مش فاهم؟ طب تعالى كده نفهم في المثال ده عشان الرموز انتوا مش بتحبوها اصلا. واي داش بيساوي لو انا عندي قوس كده اهو مثلا قوس 10، حضرتك هتنزل الباور اللي هو 10 وتطرح من الباور واحد اهو، يعني القوس هتنزله بالظبط زي ما هو بس تطرح من الباور ده بس واحد. بعد كده تقوم ضارب في مشتق بقى من داخل القوس، هتروح تجيب الاف داش بتاع اللي جوه القوس. طب يعني اللي جوه القوس ده يا جماعه بقى ها مشتقته ايه؟ مشتقه الاكس تربيع ب 2 اكس زائد مشتقه الاكس ب 1، طبعا مشتقه الناقص 1 ده كونستنت ب 0. كده انت خلصت فعلا المساله. يبقى يا جماعه تاني لو انا عندي قوس ازاي بشتقه؟ اهو بنزل الباور واطرح منه 1، ده اللي انا عملته في اول خطوه، نزلت الباور وطرحت منه 1. بعد كده اشتق ما بداخل القوس، يعني الاكس سكوير دي اشتقتها ب 2 اكس، الاكس دي اشتقتها اللي هي مشتقتها ب 1، ناقص 1 ده كونستنت اصلا ب 0 يعني مشتقته ب 0. فكده انا خلصت المساله دي مثلا. طب مثال كمان،
الواي بيساوي مثلا 4 مضروب في 2 اكس اس 3 زائد 6 باور تربيع. طيب الواي ده هيساوي بلاش باور تربيع ده باور 3. الواي ده هيساوي ها يا جماعه الاربعه ده ما تشغلش بالك بيه خالص مالكش دعوه بيه اصلا يا باشمهندس. هو ده مش كونستانت في زيرو؟ كونستانت يا جماعه لو هو لوحده يعني لو هو كده الاربعه ده كنت ساعتها هشتقه مع نفسه بزيرو. انما الاربعه ده مضروب في فاريبل مالكش دعوه بيه اصلا. ركز بقى مع القوس اللي هو مضروب فيه ده بقى. لو انا عندي قوس اهو قوس 3 ها اشتقه ازاي؟ هنزل الباور اللي هو 3 هيلاقي في وشه رقم غلبان اسمه الاربعه هيتضرب فيها هيبقى 12 واطرح من الباور ده 1 وهنزل القوس زي ما هو بس الباور بس يا جماعه هتطرح منه 1 فيبقى باور 2. ما تنساش بقى بعد ما تعمل ده كله تعمل ايه بعد كده؟ تضرب بقى في مشتقنا بداخل القوس. هي القوس جواه ايه؟ 2 اكس تكعيب زائد 6. مشتقة الناس اللي جوه دي بايه؟ ال 2 اكس تكعيب ب 6 اكس تربيع. وال 6 ده كونستانت اصلا بزيرو. فكده انا اشتقيت ما بداخل القوس مشتقة ال 2 اكس اس 3 ببساطة اهو ب 6 اكس اس 2. مشتقة الكونستانت 6 ده بزيرو. مفيش بلس زيرو مفيش داعي نكتب بلس زيرو ابدا يعني. فدي كده يا جماعة مشتقة المسألة دي. واحدة كمان بفكرة تانية واي بتساوي 1 على 4 ناقص اكس موجودة مثلا جوه قوس اس 2. عايز اشتق ده لسه قايلين من شوية في حالة الاكس باور ان لو عندك حاجة في المقام ما ينفعش هتطلع القوس فوق بالظبط كده. هتطلع بالظبط كده تطلع الحاجة الاول فوق وبعد كده نتفاهم. فالاربعة ناقص اكس اس 2 اللي تحت ده ما ينفعنيش هو شكله كده لازم تطلعه الاول فوق. نفس الفكرة ان انت بس بتغير اشارة الباور سالب 2 بدل ما هو 2 خليها اس سالب 2 وبعد كده اشتغل يا عم. فالواي ده هيساوي انا دلوقتي عندي حالة القوس اهو اربعة ناقص اكس موجودة جوه براكت باور ناقص 2. ازاي بنشتق البراكت؟ بنزل الباور اللي هو ناقص 2 واطرح من الباور ده 1 ناقص 2. لو نقصت منها 1 هتبقى ناقص 3. ما تنساش بعد ما عملت المهرجانات دي تعمل ايه؟ في تفاضل ما بداخل البراكت في تفاضل ما بداخل القوس بقى الاربعة ده بزيرو. طب الناقص اكس ده مشتقته ايه؟ ده سهل ده بقى بناقص 1. جي من ايه ناقص 1 ده؟ ما احنا اتفقنا يا جماعة لو انا عندي 5 اكس مشتقتها بخمسة ناقص اكس اللي هو كأنه ناقص واحد اكس يعني مشتقتها بناقص واحد. ناقص ستة اكس هيبقى بناقص ستة. ناقص تمانية اكس هيبقى بناقص تمانية. ماشي لان زي ما قلت لكم انت بتنزل البار اللي هو واحد هيبقى الرقم ده اسمه ناقص واحد. انت مش منش معلش هو سالب ثلاثة القص دي جت منين؟ انت مش بتنزل الباور وتطرح من الباور ده واحد فناقص اتنين ناقص واحد اهو ناقص 2. لو نقصت منها 1 طالما الاثنين نفس الاشاره بتنزل الاشاره وتجمعهم هتبقى ناقص 3. تمام سالب سالب موجب تمام ماشي تمام. حتى لو انت بتتلخبط او حاجه زي كده تلخبطك اعملها على الاله اهو قول ناقص 2 هطرح منها 1 يعني هتقول ناقص 1 يبقى ناقص 2 ناقص 1 هتلاقيها طلعت على الاله بناقص 3. ماشي يا باشمهندس انا اسف لو لو اداني الباست رقم غير الواحد هنعمل ايه؟ كده مثلا ماشي مالكش دعوه بيه هتمسك الاربعه ناقص اكس اس 2 وتطلعه فوق باس ناقص 2 والخمسه اهو ماليش دعوه بيه. بعد كده هتبقى زي المساله اللي قبلها بقى ان انت بتقوم منزل البار هيتضرب في الاربعه هتقوم منزل البار لو ناقص 2 هيتضرب في الخمسه هيخليها ناقص 10 هتطرح من البار واحد هيبقى ناقص 3 وتفاضل ما بداخل القوس هيبقى ناقص 1. واخد بالك؟ تمام يا باشمهندس تمام. طيب ده كده يا جماعه بالنسبه للقوس هو بس حاجه اخيره عشان فعلا نقفله خالص. لو انا عندي مثلا واي بيساوي الجذر اكس مثلا تربيع زائد اكس حلو وعايز اجيب الواي داش بتاع الشكل ده
هو دلوقتي الاكس تربيع زائد اكس دي على بعضها ممكن اكتبها اكنها موجوده ايه؟ موجوده جوه قوس نص قوس نص. فالروت ده يا جماعه يعتبر قوس قوس نص. خلي بالك لو الروت ده كان موجود في المقام يعني لو كانت واحد على روت اكس سكوير زائد اكس كان هتعتبر برضو اكس قوس نص في المقام وكنت هقوم مطلعها فوق بقوس ناقص نص. طيب المهم ان الروت ده انا خلاص فهمت ان هو قوس نص. لو كان روت يا جماعه تكعيب يعني كان هو روت كيوب كان هيبقى قوس ثلث انت سوون يعني. فهنا ده يعتبر براكت قوس نص وبعد كده نفس الكلام بقى تشتق ان انت هتنزل الباور تطرح من الباور ده. لو قلت كده نص ناقص واحد لو طرحت من النص ده واحد هيبقى ناقص نص. ناقص في تفاضل ما بداخل القوس الاكس تربيع دي تفاضلها باتنين اكس زائد تفاضل الاكس تفاضل الواحد اكس بواحد. ما الاكس ده مش مكتوب جنبيه رقم اكنه واحد فالواحد اكس بواحد. معلش معلش يا هندسه لفت مع واحنا هنا نازلين النص تمام طرحنا منه واحد بسالب نص صح؟ نص ناقص واحد بسالب نص. ماشي دي كده يا جماعه كانت رول البراكت. حد عنده اي مشكله في الرول دي؟ تمام. طيب احنا اتكلمنا من شويه على الجمع والطرح يعني قلنا لو كذا ترم مجموعين او مطروحين من بعض احنا بنعامل كل واحد منهم على حده فاضل لنا ايه؟ الضرب والقسمه. يبقى احنا في الجمع والطرح قلنا يا جماعه ايه؟ لو عندي مثلا اكس سكوير اهو مجموعه على 4 اكس مطروح من 5 فالحاجات المجموعه او مطروحه من بعض انت بتمسك كل واحد منهم على انفراد وتعمل له ديريفاتيف. طب افرض بقى عندك تو فانكشن او مقسومين على بعض دول الاثنين رولز الجايين بقى. الرول رقم 6 لو انا عندي فانكشن سي اسمها اف مضروبه في اه هي حته بتاعت الجذر ديت مش هو انا ليها قانون عادي تمشي بيه بيبقى اسرع من الحكايه دي مثلا واحد على 2 جذر تحت الجذر على 2 جذر تحت ماشي بس ماشي بس عشان مش على طول الجذر ده بيبقى جذر تربيعي يعني لو هو جذر تكعيبي ساعتها الرول دي مش هتنفع بس ما في حاله الجذر التربيعي بس يعني احنا الرول دي انا يعني بحب فعلا اقولها بس في مراحل متقدمه شويه. انا عايز اوري دلوقتي الناس ايه عامه لو في بقى جذر تكعيبي بقى قص جذر 5 جذر 4 يعملوا ايه فاهم اللي هو اساسيات كده ناخدها خطوه خطوه بالظبط كده. انما فعلا الروت اكس مشهور طبعا ان هو بواحد على 2 الروت على طول من غير بقى ما اقول نص اكس قص ناقص نص وكده. طبعا دي جايه قدام بس ايه واحده واحده كده مع الناس. طيب الرول رقم 6 يا جماعه لو عندك بقى اتنين فانكشن مضروبين في بعض مثلا اف مضروبه في جي بلاش رموز عشان انتوا بتتضايقوا. لو انا مثلا عندي مثلا واي بتساوي اهو اكس تربيع زائد واحد مضروبه في فانكشن ثانيه اسمها مثلا 2 اكس ناقص 3 دي تعتبر فانكشن اهي مضروبه في فانكشن ثانيه الاثنين مضروبين في بعض اعمل ايه بقى يا عم؟ دي كمان يا جماعه ليها رول باشمهندس. طب ما الرول بسيطه قوي. ايه بقى الرول البسيطه دي؟ ما اروح اجيب مشتقة الاول واضربه في مشتقة الثاني. يعني ايه يعني؟ في ناس يا جماعه بتفكر ان انا ممكن احل المساله دي كده. ما اروح اجيب مشتقة الاول اللي هو اكس تربيع زائد واحد اللي هو ب 2 اكس. فاقوم ضربه في مشتقة الثاني اللي هو 2 اكس ناقص 3 مشتقتها ب 2. هل الكلام ده مظبوط؟ لا. لا لا يبقى يا جماعه لو انا عندي اتنين فانكشن مضروبين في بعض انت مش هتروح تعمل اللي انا عملته ده. يعني مش هتروح تجيب ديريفاتيف الاولاني ده اللي هو ب 2 اكس وتقوم ضربه في ديريفاتيف الثاني ده اللي هو ب 2. الكلام اللي انا عملته ده غلط. امال ايه يعني الرول كده غلط؟ لان انا كاتبها غلط اصلا. امال بعمل ايه؟ بص بقى الرول بتقول ايه. لو عندك حاجتين مضروبين في بعض هات مشتقة الاولاني بس الثاني سيبه زي ما هو. يعني اكتب الجي دي زي ما هي ما تلعبش فيها بلس زائد يعني الاولاني المره دي اكتبه زي ما هو واعمل وهات مشتقة الثاني. يبقى لو عندك حاصل ضرب دالتين بتشتق الاول وتسيب الثاني زي ما هو زائد العكس بقى تكتب الاول زي ما هو وتشتق الثاني. طب انا مش فاهم الرموز. في ناس ما بتحبش الرموز. تعالى كده نشوف على المساله. انا عندي دلوقتي داله اهي مضروبه في داله ثانيه اعمل ايه؟
هتروح تشتق الاولاني الاكس سكوير زائد واحد دي يا جماعه مشتقتها بايه؟ باتنين اكس. طبعا الواحد ده بزيرو فالاكس سكوير بس باتنين اكس والواحد ده بزيرو. اشتقت الاول التاني ده يا باشمهندس اعمل فيه ايه؟ اكتبه زي ما هو اللي هو 2 اكس ناقص 3 كده زي ما هو. المره دي بقى زائد العكس بقى يا باشمهندسين. المره الاول ده هو اللي هكتبه زي ما هو والتاني هو اللي هشتقه. فمشتقة ال 2 اكس ناقص 3 ال 2 اكس ب 2 طبعا ناقص 3 ده بزيرو ده كونست فال 2 اكس ده ب 2. كده ما خلصت المساله. يبقى يا جماعه لو عندي 2 دالتين مضروبين في بعض اف مثلا مضروبه في جي اكس سكوير زائد 1 مضروبه في داله ثانيه اسمها 2 اكس ناقص 3 بنعمل الاتي. بشتق الاول والثاني بكتبه زي ما هو ما عملش فيه حاجه اهو اشتقيت الاول ب 2 اكس والثاني كتبته زي ما هو زائد. اعمل بقى المره دي العكس الاول هو اللي هيتكتب زي ما هو وتشتق الثاني اهو الاول هو اللي هيتكتب زي ما هو والثاني مسكته اشتقته ماشي كده. انت فعلا خلصت المساله انت كده جبت الواي داش مش الواي انت كده خلاص جبت الواي داش ماشي. حد مش مستوعب الرول دي مساله كمان بعد اذنك يا باشمهندس مساله كمان عليه لو سمحت مساله كمان انا هدي مساله كمان طبعا تمام. واي بتساوي 2 اكس سكوير اهو مضروبه في مثلا 4 اكس ناقص 1 اس 5. عندي يا جماعه دالتين مضروبين في بعض ال 2 اكس سكوير دي داله والداله الثانيه اسمها 4 اكس ناقص 1 اس 5 اللي هو عباره عن براكت دي. فعندي دالتين اهو مضروبين في بعض. هل حد متصور بقى دلوقتي ان اشتقاق الكلام ده هيبقى عباره عن اشتقاق الاولانيه اللي هي 4 اكس واقوم مشتق الثاني اللي هو عباره عن قوس واقوم لازقهم في بعض وخلاص؟ لا ما تعملش كده. ما بمسكش كل واحد واشتقه واقوم حاططهم جنب بعض واقول انا كده خلصت. لا ده ليها قانون. قانون الضرب بيقول لك ايه؟ لو لقيت اثنين فانكشن مضروبين في بعض امسك الاولاني يعني امسك الاولاني اشتقه وثبت الثاني. امسك الاولاني اشتقه اللي هو ب 4 اكس تنزل الاثنين في 2 في 2 ب 4 وتطرح من الاس 1 فيبقى 4 اكس. والثاني بتنزله زي ما هو وما بتعملش اي حاجه فيه. بلس العكس بقى بتثبت الاول اللي انت كنت مسميه الاولاني ده هتنزله زي ما هو. والثاني هو المره دي اللي انت هتشتقه. طب الثاني ده عباره عن ايه اللي انت عايز تشتقه ده؟ انت كده لابس كده يعني التاني ده عباره عن براكت يا جماعه احنا لابسين هنا في اشتقاق براكت. طب التاني ده عايزين نشتقه يعني هنعمل ايه يعني في البراكت ما احنا عارفين. هنزل الباور اهو هنزل الباور هو 5 اطرح من الباور 1 فيبقى 4 وطبعا ما ننساش نضرب في مشتقة ما بداخل البراكت ال 4x ماينص 1 مشتقتها ب 4 ماشي. يبقى يا جماعه تاني علي هندسه معلش بنسيب الشكل كده ولا بنحاول نبسطه لاكتر من لا بنحاول نبسطه ولسه هتكلم في المساله دي والمساله دي يعني مش 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 هفورها كده حاول نبسطه طبعا شكرا. طيب يبقى تاني يا جماعه انا دلوقتي عندي دالتين مضروبين في بعض ال 2 اكس سكوير دي داله مضروبه في داله تانية اللي هي عباره عن داله البراكت. عملت ايه؟ اشتقت الاولانيه فمشتقه الاولانيه ب 4 اكس. طب والثانيه هشتقها هي كمان والزقها جنبها؟ لا الرول ما بتقولش كده لان في ناس يا جماعه كتير بتقوم عامله ايه مشتقه الاولانيه ب 4x وتقوم كمان مشتقه الثانيه اللي هي ب 5 4x ناقص 1 اس 4 في 4 وتقوم لازقهم في بعض شكرا كده. طبعا الكلام ده مش صح. طالما عندك حاجتين مضروبين في بعض انت بتعمل كده بتشتق الاولاني والثاني ده بتسيبه اصلا زي ما هو زائد الاولاني المره دي هتنزله زي ما هو والثاني هتشتقه. طبعا ده كان براكت اشتقيت ازاي البراكت ده؟ نزلت الباور طرحت من الباور واحد بعد كده ما بنساش اضرب في مشتقة ما بداخل البراكت فما بداخل البراكت عباره عن 4x اشتقته ب 4 ناقص 1 ده كونستنت ده بزيرو ما اتكلمناش فيه يعني. فدي كده رول الضرب. طبعا يا باشمهندس هتسيب الكلام ده كده المفروض لا يا جماعه يعني المفروض لا يعني المفروض ان انت بتحاول ان انت لو في حاجات مضروبه في بعض ما تضربها يعني اتكلمنا المره اللي فاتت في الضرب. انا عندي هنا في بره 2x حلو وعندي في جنبيها 2x ناقص 3 احنا مش بنشتق بقى دلوقتي يا جماعه احنا بنعمل ايه؟ عايزين نعمل سمبليفيكيشن عايزين نعمل تبسيط لصوره المساله.
فالاتنين اكس دي ايه اللي يمنع ان انا اقوم ندخلها وضاربها في الاخر يعني في الاتنين اكس ناقص 3 دي كده كلها. ده اللي هعمله دلوقتي ان الاتنين اكس دي هقوم ضاربها في الاتنين اكس ده يديني 4 اكس تربيع. والاتنين اكس ده كمان ما هو لما هيضرب هيضرب في اللي جوه القوس ده كله يا جماعه. فالاتنين اكس في 2 اكس ب 4 اكس تربيع. الاتنين اكس ناقص حضرتك بتعملها كده يا باشمهندس هتبقى صح ولا هتبقى غلط؟ لو سبتها كده لو سبتها زي ما حضرتك كاتبها كده عادي بس انا خايف للامتحان يبقى ام سي كيو اختيارات يعني فلازم اصلا يعني. فلازم تبسطها على قد ما تقدر طبعا عشان تلاقي شكل الاختيار بتاعك موجود تمام واخد بالك. فالاتنين اكس وكده كده موضوع الاختصارات ده كده كده مفروغ منه يعني حتى لو انت مش مطلوب منك في بيزك ماس ولا حتى ماس 1 هتيجي بقى في ماس 2 هتيجي كمان في ماس 3 كده كده هتحتاج ان انت يعني تتعلم الاختصارات. طيب فالاتنين اكس في 2 اكس ب 4 اكس تربيع. الاتنين اكس في ناقص 3 بناقص 6 اكس. انا يا جماعة اللي عملته ضربت الاتنين اكس في اللي جوه ده كله. كده احنا خلصنا الحتة دي. تعال على الترم التاني ده. في عندي ايه؟ عندي 2 اهي عايزة تضرب في الاكس تربيع زائد 1. اضربها. دخل الاتنين للاخ ده والاخ ده. فالاتنين هتضرب في الاكس تربيع هتدي 2 اكس تربيع. زائد الاثنين هتضرب في الواحد ده تدي 2. في حاجات ممكن تتجمع او تطرح من بعض بعد ما خلصنا الضرب ده يا جماعه. ال 4 اكس تربيع هتلاقي هنا اختها بس اسمها 2 اكس تربيع. ف 4 اكس تربيع زائد 2 اكس تربيع والاثنين اشاراتهم موجب هتجمع يديك 6 اكس تربيع. ناقص 6 اكس دي وحيده هنكتبها زي ما هي مش هتتجمع ولا تطرح من حد. والاثنين ده برضه وحيد مش هيتجمع ولا يطرح من حد. كده انا فعلا خلصت المساله دي اشتقتها كحاصل ضرب دالتين وبعد كده بسطتها في ابسط صوره يعني. هنا هل في اي اختصارات ممكن تتعمل؟ حاجه بسيطه ممكن تتعمل هنا في المساله دي. طبعا ال 4 اكس مش هينفع يضرب في القوس ده. ليه بقى؟ يعني ما ينفعش اضرب في 4 اكس في 4 اكس. ممكن نضرب ال 4 في 5 هناك. ايوه اللي هناك ده. بالظبط كده. طب تعال نفهم الناس هنا ليه مش هينفع نضرب. لان يا جماعه مش هينفع تقول 4 اكس في 4 اكس ب 16 اكس تربيع لان الحاجات دي موجوده جوه قوس اس 5 اصلا. ما ينفعش ال 4 اكس يقوم داخل بقى جوه في الحاله دي. انما هنا ليه ال 2 اكس ده دخلته جوه؟ عشان ده اصلا يعتبر مش قوس اصلا. ده قوس اس 1 اصلا فاي حد ممكن يخش هنا. انما لما يبقى اس 5 ما ينفعش حاجه من بره تقوم داخله في القوس ده ما ينفعش. فدي هتتكتب زي ما هي اصلا ما فيهاش اي اختصارات. الجزء الاول. اما الجزء الثاني في شويه حاجات هتضرب في بعض. يعني انا شايف هنا ايه؟ 2 اكس تربيع مضروبه في 5 مضروبه في 4. طبعا القوس ده قوس اس 4 مش هينفع ادخل حاجه جواه فكده كده القوس ده مش هنعمل فيه حاجه. انما انا شايف فيه ايه؟ شايف هنا في 4 مضروبه في 5 ب 20 4 في 5 ب 20 مضروبين في 2 اكس تربيع كمان فتدي 40. فيبقى هنا 40 اكس تربيع مضروبه في القوس اللي مش هقدر اجي جنبه ل 4 اكس ناقص 1 4. ضربت يا جماعه 4 في 5 ب 20 في 2 ب 40 اكس تربيع والقوس ده طبعا مش هينفع اضرب الاكس تربيع جوه القوس ده مش هينفع يعني دي حاجه مش هينفع نعملها. فكده ده ابسط اختصار ممكن اعمله للمساله دي. طيب في برضو حاجه لطيفه كده كنا ممكن نحل بيها المساله دي من غير ما البس نفسي في قانون الضرب. يعني انا لبست نفسي في قانون الضرب اهو اشتقيت الاولاني ب 2 اكس وثبت الثاني زائد ثبت الاول واشتقيت الثاني. حضرتك هنا بقى كنت ممكن تفلت اصلا من قانون الضرب بحاجه كده ممكن نعملها. ايه هي؟ مش حضرتك دلوقتي من اول خالص بقى اول خالص اهو كنت ممكن تضرب القوس ده القوس ده بالظبط كده. يبقى انا يا جماعه كنت ممكن في مساله زي دي اهرب من قانون البرودكت. انما المساله اللي تحت دي لا مش هتعرف تهرب من قانون البرودكت لان ده مش هينفع تضربه في ده فلازم تستخدم هنا قانون البرودكت لازم تتحل زي ما انا حليتها كده. انما المساله دي الحقيقه ليها حل اخر انا بشوفه الطف. يعني انا ما بحبش قانون الضرب ولا قانون الاسم حتى اللي هناخده بعد شويه. فكنت ممكن تهرب ازاي؟ المره اللي فاتت قلنا ازاي نضرب اقواس في بعض. ما تضرب القوسين دول في بعض يا عم وريحنا من الاقواس اللي مضروبه في بعض. يعني اضرب الاكس سكوير اهو في ده كله فتدي اكس سكوير في 2 اكس ب 2 اكس اس 3
اكس سكوير في ناقص 3 تدي ناقص 3 اكس سكوير. بعد كده هتمسك الواحد وتضربه في ده كله، واحد في 2 اكس في 2 اكس، واحد في ناقص 3 بناقص 3. انت ضربت القوسين في بعض ومفيش حاجات خلاص بقى ولا تتجمع ولا تطرح. فانت دلوقتي هتقوم مشتق اهو، بصوا في خطوه يا جماعه الواي داش هيساوي يعني. يلا كده نشتق بقى المساله اللي بقت سهله قوي دي. دكتور لو سمحت، هو انا عادي لو ما اختصرتش كل الاختصارات دي؟ عادي لو هو مش ام سي كيو. لو هو ام سي كيو اختيارات يعني هتبقى ممكن هتبقى فيها شويه مشكله لو انت ما طلعتيش نفس شكل الاجابه. هتختاري ازاي؟ هي طبعا في حركه اذكى كمان ممكن تختاري بيها، يعني ان انت حتى لو هي كده، وانا مثلا يا جماعه يعني انا مثلا جبت الواي داش اهو هو كده، وانا مش عايز اختصر مثلا ومفيش اجابه في الام سي كيو شبه الكلام ده، هقوم عامل ايه؟ هقوم مثلا جاي معوض عن اكس بواحد باي قيمه من دماغي واشوف الواي داش بكام. مثلا الواي داش طلع بخمسه مثلا، هقوم جاي في الاختيارات بتاعت الثلاثه ولا الاربع اختيارات دول اعوض في كل اختيار عن اكس بواحد، اللي الواي داش بتاعته هتطلع بخمسه زيي، يبقى هو ده الاختيار الصح من غير ما اعمل اختصارات. دي مثلا ممكن طريقه يعني نهرب بيها من الاختصارات. ان انا بعد انت فهمتي قصدي؟ يعني انا بعد يعني بعد ما جبت الواي داش يا جماعه اعوض عن اكس باي رقم من دماغي، اعوض عن اكس بواحد طلع الواي داش بخمسه، هقوم جاي في الاربع اختيارات اللي عندي واقوم اعوض في كل واحده عن اكس بواحد، اشوف مين اللي فيهم هتطلع واي داش بخمسه زيي، يبقى هو ده الاختيار بتاعي من غير بقى ايه؟ بسط ولو وجع دماغ. ماشي طيب تمام شكرا. ماشي دلوقتي يا جماعه المساله دي زي ما قلت لكم استخدمت مره فيها قانون الضرب، ودلوقتي هنعمل حاجه الطف انا بحبها اكتر، ان انت لو تقدر تهرب من قانون الضرب اهرب لي منه، بان انا اضرب القوسين دول في بعض زي ما شفنا المره اللي فاتت. بعد ما ضربتهم في بعض يلا بقى نشتق 2 اكس تكعيب دي اشتقها ازاي؟ اهي 6 اكس تربيع، نزلت القوس طرحت منه واحد، ناقص الثلاثة اكس تربيع دي يا جماعة ها اشتقاها ازاي؟ نزل القصة تطرح منه واحد فتبقى ستة اكس، زائد اتنين اكس يا جماعة مشتقة الاتنين اكس، مشتقة اي حاجة اكس بالحاجة دي يعني الاتنين اكس باتنين، مشتقة الناقص ثلاثة اخيرا بزيرو. فانت لما ضربتهم في بعض خليتنا يعني خليتهم حاجات مجموعة مطروحة من بعض، فكل بساطة بشتق كل واحد منهم على حاجة، فقدرت اجيب على طول ان الواي داش ب 6 اكس سكوير 6 اكس زائد 2 من غير بقى ما استخدم قانون الضرب ولا اضطر اعمل الاختصارات دي كلها عشان اوصل لنفس الاجابه اللي انا وصلت لها. ماشي فقدرت ان انا اوصل لنفس الاجابه بطريقه اخرى من غير قانون الضرب. انما طبعا في مسائل هتجبرك ان انت للاسف تستخدم قانون الضرب ده زي المساله دي، وانا مش هينفع اضرب الاكس تربيع في قوس اس 5، لازم استخدم قانون البرودكت. ده كده بالنسبة للرول رقم 6، والحقيقة هي رول مهمة، رول الضرب. زي ما اتكلمنا على الجمع والطرح والضرب، هنتكلم على الرول رقم 7 اللي هي الديفيجن أو القسم. افرض بقى أنا عندي دلوقتي الفانكشن بتاعتي في فوق فانكشن مقسومة مش مضروبة، مقسومة على فانكشن، أعمل إيه يا عم الحاج؟ بص يا عم هي شبه الضرب شوية، تثبت المقام تكتب المقام زي ما هو وتضربه في مشتقة البسط، بس المرة دي ناقص العكس بقى، تثبت البسط وتضرب في مشتقة المقام. يبقى هي شبه شوية الرول بتاعت الضرب مع اختلاف ان الاشارة اللي في النص ناقص. فانت اول حاجة بتكتب المقام زي ما هو حلو وتشتق البسط، ناقص العكس بقى تثبت البسط وتشتق المقام. طب تحت بنحط ايه؟ تحت يا جماعه بنمسك المقام نربعه، يعني الجي اللي انا مسميها جي دي هتربعها. طب بعيدا عن الرموز يا باشمهندس، عايزين مثال كده ونحله. لو انا عندي الواي بتساوي اسئله بسط ومقام 2 اكس تربيع على 3 اكس ناقص 1، عندي حاجتين مقسومين على بعض الواي داش هيساوي. لما يكون يا باشمهندس عندي حاجتين مقسومين على بعض هعمل ايه؟ هستخدم قانون القسمه. هعمل ايه يعني؟ بص يا عم، اول حاجه قلنا ايه؟ بنكتب المقام الجي دي اللي هي المقام بكتبها زي ما هي، زي قانون الضرب بالظبط، بتكتب المقام زي ما هو. في مشتقه البسط
طب ومشتقة البسط اللي هو النيمينيتور بتاعنا اللي هو 2x تربية مشتقته 4x ناقص المرة دي هتعمل العكس. طبعا في قانون الضرب انت كان بيبقى فيه زائد انما ده ناقص. المرة دي هتعمل العكس. المرة دي هتثبت البسط اللي هو 2x تربية وتشتق المقام. طب يلا يا جماعة للمقام بقى 3x ناقص 1 ده المقام ده مشتقته بايه 3x ب 3 وناقص 1 ده كونستنت ب 0. طب كده احنا خلصنا بس تحت ايه بنسيبها فاضيه؟ لا بتمسك المقام وتربعه. يعني المقام اللي هو 3x ناقص 1 ده تمسكه كله كده تربعه فيبقى 3x ناقص 1 هنربع كده. انا خلصت مسالتي نعيد عليها تاني. مساله بسط ومقام بستخدم قانون القسمه ديفيجن. بيقول ايه؟ اول حاجه بثبت المقام هو شبه قانون الضرب. بثبت المقام الاول واشتق البسط فمشتقة البسط ب 4x ناقص بثبت البسط واشتق المقام. طب المقام عبارة عن 3x ناقص 1 ده مشتقته بايه؟ ب 3. طب تحت ايه بسيبها صحراء بسيبها فاضية؟ لا بتمسك المقام وتربعه. المقام اللي هو 3x ناقص 1 ده هتربعه فيبقى 3x ناقص 1 تربيع. حلو كده انت خلصت المسألة. هو بس ممكن ايه شوية الاختصارات. فالاختصارات اللي ممكن تعملها هناك الآتي. عندك في البسط 4x الترم الأولاني هو اللي هو قبل الناقص يعني ال 4x ده نفسه يتضرب في 3x ناقص 1 اضربهم في بعض في 4x هيتضرب في 3x هيديني 12x تربيع. بعد كده 4x يتضرب في الناقص 1 ده يدي ناقص 4x ناقص بعد كده كده احنا خلصنا اول تيرم من ان 4x ضربته في 3x وكمان ضربته في ناقص 1 ناقص. هنا برضو في حاجتين مضروبين في بعض 3 نفسها تتضرب في ال 2x تربيع. طبعا دي سهله 3 لو ضربتها في 2 هيبقى 6x تربيع وهنا طبعا الاشاره هنا سالبه فيبقى ناقص 6x تربيع ناقص 6x تربيع. تحت طبعا عندي البراكت السكوير ده اللي هو 3x ناقص 1 الكل تربيع. بعد ما فكيت الاقواس اللي فوق في حاجات تتجمع او تطرح انت شايفها؟ اه شايف. شايف 12 اكس تربيع ناقص 6 اكس تربيع الاثنين اكس تربيع هم فممكن تطرحهم او تجمعهم من بعض ف12 اكس تربيع واشارتها موجبه و6 اكس تربيع واشارتها سالبه يبقى هتطرح وتنزل اشاره الكبير ف12 اكس تربيع ناقص 6 اكس تربيع هتدي 6 اكس تربيع 12 ناقص 6 ب 6 ناقص ال 4 اكس ده هيتكتب زي ما هو يبقى 12 اكس تربيع ناقص 6 اكس تربيع ب 6 اكس تربيع ناقص 4 اكس ده كتبته زي ما هو ولا هيتجمع ولا هيطرح من حاجه على البراكت بتاعنا اللي تحت كده. يا جماعه قدرنا نجيب الواي داش للمساله بتاعتنا اللي كانت عباره عن قسمه. طب افرض اتهور عليك وقام طالب ايه بقى الواي دبل داش تعمل ايه؟ هنعمل عادي الواي دبل داش تعال نشوف ازاي. لا سمحت يا باشمهندس اه هو احنا ليه ما فكناش القوس اللي تحت؟ اه هفكه ليه؟ هستفاد ايه لما افكه؟ ممكن افكه طبعا بس هستفاد ايه؟ يعني ممكن حاجه تطير يعني قوس تطير مع قوس فوق. اصلا بص انا بص هفكها طبعا. فكت القوس التربيع الاول تربيع ب 9 اكس تربيع الاول في الثاني في 2 3 اكس في ناقص 1 بناقص 3 اكس في 2 يبقى ناقص 6 اكس زائد الثاني تربيع ب 1 هو مش هتلاقي حاجه تطير مع حاجه. يعني اوعى يا جماعه حد يكون متصور الاكس سكوير ده ممكن يطير مع الاكس سكوير ده ما ينفعش الكلام ده فاهم. طيب طلب بقى مني ايه الواي دبل داش. حلو يلا يا جماعه نجيب الواي دبل داش. الواي دبل داش انت جبت الواي داش خلاص يلا اعمل لها سكند ديريفاتيف بقى يعني هات الواي دبل داش بتاعتها. ممكن نشتغل على الصوره دي او ممكن نشتغل على الصوره بعد ما الباشمهندس بسطها لنا شويه تحت يعني ان هو قال لي فك القوس براحتكم يعني تعالوا يعني ممكن نشتغل على دي او دي براحتكم يعني. طيب فالواي دبل داش هعملها ازاي؟ اهو عندي حاجتين مقسومين على بعض فاستخدم تاني قانون القسمه اللي هو بيقول ايه؟ بكتب المقام زي ما هو
يلا يا جماعه نكتب المقام زي ما هو. المقام اللي هو عباره عن براكت اس 2 3 اكس ناقص 1 اس 2 واشتق البسط. طب يلا كده نشتق البسط. البسط عباره عن 6 اكس تربيع ناقص 4 اكس. يا جماعه عايزين نشتقه ده. ف 6 اكس تربيع ده مشتقته ب 12 اكس ناقص مشتقة الأربعة إكس بأربعة. حلو، يبقى أنا ثبتت المقام كتبته زي ما هو واشتقت البسط. المرة دي بقى أقول إيه؟ ناقص العكس بقى يا شباب. هثبت البسط اللي هو 6 إكس تربيع ناقص 4 إكس واشتق المقام بتاعي. طب أنا المقام بتاعي عبارة عن إيه؟ عبارة عن كوس تربيعي. طب الكوس تربيعي ده بتشتقه إزاي يا باشمهندس؟ الكوس يا جماعة إزاي بنشتقه؟ بنزل الأس وأطرح من الأس واحد. فطبعا هتنزل الاس اللي هو 2 تطرح من اس 1 فهيبقى اس 1 اصلا 2 ناقص 1 ب 1. ما تنساش تضرب في مشتقه ايه؟ ما بداخل القوس اللي جوه القوس 3 اكس ناقص 1 مشتقته ايه؟ 3. ماشي، يبقى ثبتت البسط واشتقت المقام. طب المقام عباره عن ايه؟ عباره عن قوس تربيعي. اشتقه ازاي؟ بنزل الاس واطرح من الاس 1 دي مشتقه ما بداخل القوس اللي هي ب 3. قانون يا جماعه اشتقاق القوس. تحت ده طبعا ما ننساش ان احنا بنحط ايه؟ بنسيبها صحرا؟ لا، المقام تربيع. طب هو اصلا المقام عباره عن قوس تربيع يا جماعه، لو ربعناه تاني هيبقى عباره عن قوس اس كام؟ اس 4 بالظبط كده. لو هو اس 3 لما تيجي تربعه لو هو كان اصلا اس 3 وجيت ربعته هيبقى اس 6. لو هو مثلا اس 5 وجيت ربعته هيبقى اس 10. قلنا المره اللي فاتت لو عندك باور عايز ترفع الباور تاني تضرب الباورز دي في بعضها هيبقى اس 4. ماشي، فكده قدرت ان انت تجيب الواي دبل داش بقانون اسمه دالتين. ماشي، ليه طبعا حبيت اشتغل على الصوره دي مش على الصوره اللي الباشمهندس عملها دي؟ لان احيانا بيبقى البراكت اللي تحت ده براكت مثلا اس 4 مثلا او اس 5، فانت ساعتها مش هتعرف تفكه او تبسطه زي ما الباشمهندس عمله كده. فبوريك ان انت لو عندك قوس تحت هتعمل ايه عادي، يعني فتتعامل معاه عادي زي ما انا اتعاملت كده. ماشي، انما طبعا بعد ما فكيته الشكل ده ابسط، يعني كنت تقدر ان انت تشتقه احسن من كده يعني. طيب فرضا ارجع بقى اتفضل طريقه ثانيه الحل دي. ممكن المقام اللي تحت نرفعه باشاره اس سالب ونعملها ضرب. ايوه بالظبط كده، بالظبط كده، ده اللي انا كنت لسه رايح اقوله. فرضا انا نسيت قانون الاسم. حلو يا جماعه، انا نسيت قانون الاسم، نسيت القانون بتاعنا ده. هعمل ايه؟ الكلمتين اللي باشمهندس لسه قايلهم واخدهم من على لسان. ان انا يا جماعه لو نسيت قانون الاسم اهو، عايز اشتق دي مش فاكر قانون الاسم، امسك اللي تحت طلعه فوق. امسك اللي تحت طلعه فوق اهو، يعني ال 2 اكس تربيع دي اهي اللي فوق اصلا. امسك اللي تحت اللي هو 3 اكس ناقص 1 على بعضها، طبعا دي تعتبر كده على بعضها اكنها جوه قوس اس 1، وطلعها فوق. فلما هتطلعها فوق هتطلعها بقوس اس ناقص 1. وبدل ما تتعامل مع قانون القسمه اتعامل مع قانون الضرب. قانون الضرب اللي احنا لسه قايلينه في رقم 6، ان انا عندي تلتين مضروبين في بعض، فكنت ساعتها الواي داش هجيبها بالطريقه الجايه، يعني ان الواي داش هيساوي. يبقى انا يا جماعه لا قدر الله اتزنقت في قانون القسمه، خلاص بقى ما تسيبش المساله، طلع المقام تحت فوق، المقام اللي تحت ده طلعه فوق وتعامل بقانون الضرب. طب قانون الضرب بيقول ايه؟ يعني افتكر تاني اهو، واشتق الاولاني اللي هو ب 4 اكس والتاني بكتبه زي ما هو. طب ينفع اضرب الاثنين في بعض؟ ما هو للاسف لا، ليه؟ عشان القوس التاني مرفوع لباور. تمام فاهم؟ فمش هينفع اضرب الاثنين في بعض واقوم عاملها بالطريقه البسيطه. طيب فاشتقت الاول، ثبتت التاني، كتبته زي ما هو. بلس المرة دي العاكس بقى، هثبت الأول اللي هو 2 إكس تربيع واشتق التاني. طب يا باشمهندس هو التاني ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن قوس. إزاي بتشتق البراكت؟ إزاي بتشتق القوس؟ بنزل الباور اللي هو ناقص 1 وأطرح من الباور 1، فالناقص 1 لو طرحت منها 1 هتبقى ناقص 2. أهو فهنزل الباور اللي هو ناقص 1 وأطرح من الباور 1 فهتبقى أس ناقص 2. يا جماعة بعد ما بشتق القوس بضرب في ايه؟ في مشتقة ما بداخل القوس.
التلاتة إكس ناقص واحد اللي هي كوس دي مشتقتها بكام؟ بتلاتة. فقدرت إن أنا أشتق برضه يا جماعة من غير ما استخدم قانون القسمة. يعني لو أنا نسيت قانون القسمة ألجأ بقى إيه لإن أنا أطلع اللي تحت ده فوق وأشتغل بقانون الضرب. طب إيه الحالة اللي أنا ممكن أهرب بيها من قانون القسمة؟ يعني المسألة الحقيقة اللي أنا مديها لكم دي كده كده هتشتغل قسم، أو لو هتطلعها فوق تشتغل ضرب، إنما تهرب من قانون القسم أو الضرب مش هتقدر. أمال إمتى يا باشمهندس ممكن أهرب من قانون القسم ولا الضرب؟ ساعات بيبقى جاي لكم مسائل كده وبتضايق بصراحة من اللي بيعملها بقانون القسم. يعني بص مسألة زي كده x سكوير زائد مثلا قول يا عم روت x ناقص 1 على x حلو، ويجي واحد مثلا يطلب منك الواي داش، يقوم الراجل شغاله بايه؟ بقانون القسم. انا بقى بتضايق قوي من اللي بيعمل قانون القسم في المساله دي. ليه بقى؟ انا فاكر انا قلت لكم المره اللي فاتت ان لو المقام بتاعنا سنجل كده سنجل مش مجموع ولا مطروح منه حاجه، تقدر تعمل ايه؟ تقدر توزع البسط بتاعك على المقام ده. احب انا قوي الفكره دي بقى، ان انا يا جماعه لو عندي المقام سنجل تيرم يعني ولا مجموع ولا مطروح منه حاجه، مجرد حاجه وحيده تحت كده، ما تقسم يا عم البسط بتاعك على المقام ده. يعني اكتب مسالتك كده بدل ما تلبس نفسك في قانون القسمه او الضرب. يعني فما تكتب المساله كده اكس سكوير على اكس زائد روت اكس على اكس ناقص واحد على اكس. فساعتها بعد ما تكتب المساله كده تقدر تقول ان الاكس تربيع على اكس، طبعا هتختصر تبقى اكس زائد روت اكس اللي هي اكس اس نص، اكس اس نص على اكس هتبقى اكس اس ناقص نص. احنا قلنا قبل كده ان في القسمه بتطرح الباور اللي فوق ناقص اللي تحت، فاكس اس نص على اكس اس واحد نص ناقص واحد بناقص نص ناقص واحد على اكس. ممكن ترفع الاكس دي فوق باكس اس ناقص واحد، هي تحت اصلا باكس اس واحد، طلعها فوق باكس اس ناقص واحد. فكده انت هتخليت شكل المساله سهل، تقدر بقى تشتق المساله دي بسهوله. يبقى يا جماعه انا هنا هربت من قانون القسمه. امتى بتقدر تهرب من قانون القسمه؟ لو لقيت المقام عباره عن سنجل فاريبل، حاجه سنجل يعني حاجه ولا مجموع منها حاجه ولا مطروح منها حاجه، سنجل تيرم ولا في بلس حاجه ولا ماينس حاجه، فتقدر ساعتها تقسم البسط على المقام ده. وبالتالي قلت بعد كده اكس تربيع على اكس باكس، روت اكس على اكس اللي هو اكس اس نص على اكس اس واحد، بتنزل الاكس وتطرح الباور نص ناقص واحد، اللي فوق ناقص اللي تحت يا جماعه، اللي فوق ده نص واللي تحت ده واحد، فنص ناقص واحد ناقص نص. الواحد على اكس دي ممكن نكتبها اصلا اكس اس ناقص واحد لكنك هتطلعها فوق يعني. فدلوقتي الواي داش ببساطه تعملها ازاي بقى؟ اهو تفاضل الاكس ده بكام؟ بواحد. تفاضل الواحد اكس بواحد. طب الاكس اس ناقص نص دي تفاضلها ازاي؟ هتنزل الباور وتطرح من الباور ده واحد ناقص نص ناقص واحد بناقص واحد ونص. بعد كده الاكس اس ناقص واحد ده يا جماعه عايزين نشتقه، ها نشتقه ازاي؟ هننزل الاس ونطرح منه واحد. هتنزل الاس اللي هو ناقص واحد، وهنا اصلا في ناقص هيبقى زائد، وتطرح من أس واحد فيبقى أس ناقص اتنين. كده أنت خلصت المسألة من غير ما تستخدم ولا قانون قسمة ولا قانون ضرب. فلو عندك المقام single variable قسم البسط على المقام علشان تهرب من قانون القسمة. ماشي؟ حد عنده مشكلة في المسألة دي؟ طب تمام. دي كده كانت الرول رقم 7. الحاجة رقم 8 بقى التريج فانكشنز دوال مثلثية. بصوا يا جماعة احنا عندنا 8 دوال مثلثية، ليه انتوا كنتوا زمان بتسموها ايه؟ الجا والجدا والظا والقا والقطا والظطا. ماشي؟ طبعا احنا عشان يعني بنتعامل انجلش في الماس، فالجا بقت اسمها ساين. ماشي؟ ساين، وبيبقى جوه الساين دي حاجة بنسميها زاوية. يعني انت كنت بتقول جا سين صح؟ جا سين جا صاد. فالجا سين السين اللي جواها دي كنا بنقول عليها الزاويه بتاعت الساين، الانجل بتاعتها. ممكن حضرتك يا دكتور
قبل ما تدخل بس في الدول المثلثيه، كان في قانون الدكتور مكرم شرحه في السلايد، انا كنت عايز افهمه بس بالعربي بس كده. التشين رول، قاعده سلسله. لا هو ممكن اقول لحضرتك عليه، كان بيقول لي مثلا لو عندي اكس اس سالب واحد، ده معناها واحد على اكس. فقال لما تيجي تعممه بقى، لما تيجي تعممه، لما مش اكس عندك الان بيساوي سالب واحد، مش اكس. لا ثانيه يا احمد ثانيه، لما يكون في بسط ومقام والبسط واحد وتحت فيه داله، بيقول لما يعني هو في الاول كان بيقول ايه واحد على اكس، الواحد على اكس هو اكس اس سالب واحد. قال لك لما اجي اعممه يبقى المقام فيه سالب واحد على اكس تربيع مثلا كده. هو بيعمل قاعده، لو حاجه في المقام، يعني لو انت عندك اكس اس ان دي في المقام، هو بقى بيعمل لها قاعده، فاهم؟ ان هو يقول لك مثلا انها بسالب ان على اكس اس 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 ان ناقص واحد، صح؟ هو كان مديني المقام، اللي هو مثلا يديلك مثلا واحد على اكس كده اهو، فيقوم قايل لك على طول بسالب واحد على اكس سكوير، صح كده؟ ماشي. ولو عندك لو عندك واحد على اكس سكوير مثلا، فيقوم قايل لك كده بسالب 2 على اكس تكعيب، فقام عامل منها رول. ايوه ماشي. انا بقى بدل ما اكتر الرول عليك، ما تطلع الاكس دي فوق باكس اس ناقص 1، تمام؟ بس وبعد كده بقى بالرول بتاعتنا العاديه، اللي هي تنزل الباور وتطرح من الباور 1، اللي هي سالب اكس اس سالب 2، هي نفسها سالب 1 على اكس تربيع، يعني الاكس اس ناقص 2 دي لو نزلتها تحت تاني تبقى سالب 1 على اكس سكوير. فبدل يعني ما نزود الرولز اصلا، فاهم؟ يعني انت كده كده هتحفظ رولز كتيره، فلو حاجه نعرف نختزلها خلاص، يعني بدل ما نقول كذا رول فبنختزلها يعني. فعادي مش هتبقى فرق ان احنا ايه نطلعها من المقام للبسط اصلا، دي ايه خطوه سريعه ان انت تطلع حاجه من المقام للبسط وتشتقها بقى بالرول بتاعتك اللي انت عارفها، بدل ما نزود على نفسنا قوانين يعني. التريك فانكشن يا جماعه او الدوال المثلثيه كنا متعودين ان هم عباره عن سته، كان جا وجتا وظا الى اخره، وكان بيبقى جا وبيبقى جواه، يعني ما فيش حاجه اسمها جا كده فاضيه، جا بيبقى جواها زاويه، كنا مثلا بنسميها سين لما كنا بندرسها بالعربي. فاحنا عندنا ساين، هي كانت عباره عن الجا، الساين دي هي الجا، بيبقى جواها انجل زاويه احنا سيها نسميها اكس. فعندنا الدوال المثلثيه برضو سته، اللي هم عباره عن ساين وكوزاين، كوزين اكس وتان وسك وكوزيك وكوتان. طبعا الدوال دي انتم محتاجين تعرفوا في ريليشنز، علاقات مهمه محتاجين تعرفوها، ده اولا. محتاجين برضو تعرفوا ازاي تشتقوها، يعني مثلا مشتقه الجاه بجد محتاجين تعرفوا الحاجات دي برضو. طيب تعالوا نبدا بالعلاقات. دلوقتي زي ما قلت لكم انت عندكم ست دوال مثلثيه، ساين كوزاين تان سك كوزيك كوتان. طب ايه العلاقات اللي ما بينهم؟ تعال اقول لك على العلاقات دي، لان العلاقات الحقيقيه ممكن تستخدمها في الاختصارات. اول حاجه يا جماعه، التان عباره عن ساين على كوزاين، يعني لو عندي تان يا جماعه ممكن افكها كده لساين على كوزاين، ماشي؟ السك دي ايه علاقتها بالكوزين؟ يبقى التان ده يا جماعه هو عباره عن ساين على كوزين، يعني انت لو عندك ساين على كوزين ممكن تكتبها تاني. لو سمحت يا باشمهندس، انا عندي الصوره ثابته على حاجه والصوت سابق، يعني مش عارف ده من عندي بقى ولا عند الكل ولا وعندنا تمام. ما فيش حاجه تمام عندنا برضه. تمام. وكده كده احنا بنعمل ريكورد، يعني لا قدر الله لو في مشكله ولا حاجه تقدر تسمع الريكورد تاني. خلاص ماشي يا شباب. تمام. طيب ففي علاقات يا جماعه معلش هتيجوا على نفسكم وتعرفوها شويه. العلاقات اللي انا بكتبها دي انا عارف ان الناس بتتخانق منها، حتى الناس يعني في ماس 1 وفي ماس 2 بيجوا ينسوها اصلا. فعلاقات معلش هتتخانق منها شويه بس هي ضروريه، يعني هي ضروريه وكده كده هتبقى لازم تبقى عارفها في ماس 1، هنرجع نكررها لك تاني على فكره. فالتان لازم تبقى عارف انها ساين على كوزين، السك
السك لازم تبقى عارف انها ليها علاقه بالكوزاين. السك اصلا يا جماعه هي مقلوبه الكوزاين، يعني السك هي اصلا واحد على كوزاين، ماشي؟ اما الكوزيك هي عباره عن واحد على ساين، يعني السك ليها علاقه بالكوزاين، اللي اوله اس مقلوب اللي اوله سي يا جماعه، الكوزيك مقلوبه الساين، ماشي؟ يعني السي دايما مقلوبه الاس، يعني عرفوها كده ان السك هي واحد على كوزاين. اما الكوزيك مش واحد على كوزاين، لان الاثنين هيبقى اولهم سي، هي واحد على ساين. حلو. العلاقه برضه اللي عايزكم تعرفوها ان الكوتان هي علاقه بالتان انها واحد على تان، ماشي؟ كل الحاجات دي زي ما قلت لكم هي يعني بتستخدموها في الاختصارات. وبرضو علاقه الكوتان بالساين والكوزاين، مش التان هي ساين على كوزاين، يبقى الكوتان اللي هي مقلوبه التان عباره عن ايه؟ العكس بقى، عباره عن كوزاين على ساين، كوزاين على ساين، ماشي؟ فدي كده اول مجموعه علاقات انت محتاج ايه تبقى عارفها. في مجموعه كمان مش هتقل عليك باكتر من كده، يعني كل مره هقول لك على شويه اخر حاجات علاقه يعني. بس انا اسف، مش التان او الظا هي جا على كتا، او التان هي ساين على كوزاين. طيب تمام. الكوتان هي اصلا واحد على تان، يعني الكوتان هي كمان مقلوبه التان. حلو. فبما ان التان اصلا هي ساين على كوزاين، يبقى الكوتان علاقتها بالساين والكوزاين ايه؟ ما هي مقلوبه التان، يعني لو التان بساين على كوزاين يبقى الكوتان عكسها بقى، كوزاين على ساين. فانت لو عندك كوتان ممكن تفكها وتكتبها كوزاين على ساين، او لو عندك كوزاين على ساين ممكن تكتبها كوتان اصلا. تمام. ماشي. طيب برضو علاقات تانية برضو عايزكم تعرفوها، ان لو انت عندك ساين تربيع زائد كوزاين تربيع، دي بقى مشهوره، ان جتا تربيع زائد جتا تربيع بتساوي واحد، وان واحد زائد تان تربيع يساوي سيك تربيع. طبعا الحاجات دي برضو ليها اثباتات، بس هي يعني الاثباتات مش عليك اصلا، يعني المفروض اثباتات يعني ايه بتاعت ثانوي عام. يعني لو حد برضو يا جماعه مهتم باي اثبات من الاثباتات دي، الحاجات دي منين وجات ازاي وليه، ما يعني برضو ممكن يرجع لي يسالني، فاهم؟ بس مش السكشن طبعا، انتوا مش هتمتحنوا في الاثباتات دي، فممكن حد برضو ايه يسال بعد السكشن الحاجات دي جت منين يعني. بس يعني انا هستكفي بهذه القوانين في الدوائر المثلثيه، لان هي لسه ليها قوانين كمان، يعني في قوانين دبل انجل، في قوانين مجموع زوايا، الحاجات دي يعني يمكن مجموع زوايا مش هتستخدمه في الكورس بتاع البيزك، انما الدبل انجل انت محتاجه، ماشي؟ عشان يعني ما اخنقكش كده بالقوانين الكتيره، كفايه دي. بس الحاجات دي يعني كفايه دي يعني هتذاكرها، يعني تذاكر المره الجايه تبقى عارفها، عشان اقوم يديك قوانين تانية في الدوائر المثلثيه، ماشي؟ تعالى بقى للمهم برضو، مشتقه الدوال دي، يعني الساين دي مشتقتها ايه يعني؟ فجه الراجل اللي هو الجنتلمان اللي هو ماسك قانون ليميت، القانون الخنيق اللي احنا ما اشتغلناش بيه ده، قال لك مشتقه الساين بكوزاين. حلو. الكوزاين لو عايز تشتقه فهو بناقص ساين، التان لو عايز تشتقه فهو بسيك تربيع، السيك لو عايز تشتقها فهي بسيك تان، سيك تان، الكوزيك بناقص كوزيك كوتان، ناقص كوزيك كوتان، والكوتان اخر واحد ده بقى بناقص كوزيك سكوير. دي برضو قوانين اشتقاق الدوائر المثلثيه برضو محتاج تبقى عارفها، كان دكتور مكرم قال لكم ان ما بيبقاش يعني ما بيبقاش فيه شيت فيه الحاجات دي، فانت الحاجات دي محتاج تبقى حافظها اصلا، يعني محتاج تبقى عارف ان مشتقه الساين بكوزاين من نفسك كده، تان بسيك سكوير. بصوا اي حاجه بتبدا بحرف السي لو لاحظت هتلاقي ان مشتقتها فيها سالب، يعني اي حاجه بتبدا بحرف السي هتلاقي مشتقتها فيها سالب وانت بتشتق، عشان بس موضوع الاشارات برضو ما يلخبطكش. فالساين بكوزاين، كوزاين بناقص ساين، تان بسيك تربيع، سيك بسيك تان، كوزيك بناقص كوزيك كوتان، الكوتان بناقص كوزيك سكوير. تعالى كده اديك مثال على الاشتقاق، هو الاشتقاق نفسه مش صعب. اتفضل. مثلا انا في انا مساله عدت عليا في نفس الدوال دي، تمام؟ بس كان بيقول لي فيها باي، ايه الباي دي يعني انا اعملها بايه ولا الباي دي اللي هي ب 22 على 7، هديك مثال في باي. يا ريت بالله. هديك مثال في باي. طيب دلوقتي يا جماعه مشتقه الدوال المثلثيه كاشتقاق، الدرس المقرر عليكم اللي هو الاشتقاق يعني بتاع الدوال المثلثيه، سهل جدا. زي ما بقول لك مشكلتك الوحيده ان انت دماغك تبقى عارفه القوانين اصلا. يعني مثلا
هديك كده مثال عشان اوريك ان الدنيا فعلا سهله. انت مثلا عندك الواي بيساوي ساين والزاويه بتاعته، ما الزاويه بتاعته مش لازم تبقى اكس يا جماعه، الزاويه بتاعته مثلا اكس تربيع يا عم، مش اكس تربيع بس، الزاويه بتاعت الساين اكس تربيع زائد 2 اكس ناقص 5. تكون فاكر ان الساين بيبقى زاويتها اكس وخلاص، لا ممكن الساين او اي داله مثلثيه يبقى فيها ليها زاويه غير الاكس يعني. فلو انت عندك ساين انجل اسمها اكس تربيع زائد 2 اكس ناقص 5 ومطلوب منك تجيب الواي داش، انت اول حاجه هتعملها تقول لي ايه باشمهندس؟ هي مشتقه الساين بايه؟ فمحتاج جدول ده يبقى موجود في دماغك ان مشتقه الساين اصلا بكوزاين. هتقوم كاتب كده مشتقه الساين بكوزاين، الزاويه يا جماعه ما بنلعبش فيها يعني، بتكتبها زي ما هي، الزاويه بتاعت الدوال المثلثيه ما بتلعبش فيها. هل انا كده خلصت حاجه بسيطه قوي ويبقى خلصت؟ ايه هي يا باشمهندس؟ بص يا جماعه، لما بنيجي نشتق اي داله مثلثيه خلاص انت بتعرف تشتقها بالجدول ده، انا لو عندي ساين بكوزاين عندي تان بيسك سكوير، بس بتعمل حاجه اضافيه. ايه هي؟ بتضرب بعد كده في مشتقه الزاويه، بتضرب بعد كده في مشتقه الزاويه. يعني ايه بعد كده في مشتقه الزاويه؟ انت الانجل بتاعت الساين عباره عن ايه؟ عباره عن اكس تربيع زائد 2 اكس ناقص 5، اشتقها بقى اللي هي ب 2 اكس زائد 2 يعني، بس كده. كده اقدر اقول لك انت اشتقيت الداله المثلثيه. يبقى يا جماعه لما بنيجي نشتق اي داله مثلثيه بتجيب مشتقه داله مثلثيه الساين بكوزاين، الكوزاين بناقص ساين، التان بيسك سكوير. بس اهم حاجه بعد ما تخلص ما تنساش تبقى تشتق الزاويه. طبعا انا ليه في القوانين هنا ما بشتقش الزاويه؟ لان اصلا حاطط الزاويه اسمها اكس، فلو قلت لك هشتق الزاويه مشتقه الاكس بكام؟ بواحد. فعشان كده بقول ان مشتقه الساين بكوزاين واسكت، الكوزاين بناقص ساين وبسكت. بسكت ليه؟ عشان انا اصلا حاطط الزاويه اكس، فمشتقه الاكس دي بعد كده هكتب واحد، فما فيش داعي اكتب واحد يعني. انما لو انت عندك زاويه لازم تشتقها، يعني لو عندك زاويه هي المساله بتاعتي مشتقه الساين بكوزاين ماشي، بس ما خلصناش على كده لان في زاويه اهي اشتقها اللي هي ب 2 اكس زائد 2 ماشي كده. كده خلصت المساله دي. شوف كده مساله كمان، واي بتساوي تان 3 اكس زائد 1، الواي داش هيساوي مشتقه التان. اطلع فوق ابص كده، مشتقه التان بسيك تربيع، يبقى مشتقه التان اهو هروح اكتب كده سيك تربيع. الزاويه يا جماعه ما بيتلعبش فيها، اكتبها زي ما هي، بس ما تنساش تقوم طارق في ايه؟ في مشتقه الزاويه بعد كده، الزاويه اللي اسمها 3 اكس زائد 1 اهي مشتقتها ايه دي؟ ب 3. حلو. مثال كمان، واي بتساوي سك، باشمهندس لو سمحت، اتفضل. هي سك ديت اللي هي القطة ولا قا؟ القا. والكوزك قطة صح؟ ماشي خلاص ماشي. طب لو الواي بتساوي سك، تعالوا بقى مثال صعب شوية، روت اكس عايز الواي داش، ها هيساوي. طب السك اصلا عبارة عن ايه؟ تعالى كده نطلع نشوف، مشتقة السك بسك تان اهو، هكتب كده اهو مشتقة السك فين اهو؟ بسك تان. ايه سك هوا تان هوا؟ لا الانجل اسمها ايه؟ اسمها روت اكس، سك روت اكس تان، الانجل اسمها روت اكس. بتضايق قوي برضه يا جماعه، ودي على فكره حاجه شائعه ان واحد يكتب لك مشتقه السك بسك تان. حاف يعني سك ملهاش زاويه وتان ملهاش زاويه؟ لا، سك الزاويه يا جماعه ما بتتغيرش، سك روت اكس والتان روت اكس، مشتقه التان بسك سكوير. طب سك سكوير ايه؟ اكتب نفس الزاويه يعني 3 اكس زائد 1، انما تقوم سايبها لي حاف كده ده ما يصحش يعني، ما هو اي داله مثلثيه بيبقى لها زاويه، فالزاويه بتكتبها زي ما هي. فمشتقه السك بسك تان زي ما شفنا فوق. طب سك تان ايه يعني؟ سك الانجل اسمها روت اكس، تان الانجل بتاعتها اسمها برضو روت اكس ماشي. طب هل انا كده خلصت المساله؟ فاضل لك حاجه صغيره قوي. ايه هي الزاويه يا جماعه؟ قلنا ان بعد ما نشتق الداله المثلثيه ما ننساش نشتق مين؟ زاويتها. طب الزاوية اسمها روت اكس، مشتقة الزاوية اللي اسمها روت اكس دي عبارة عن ايه؟ واحد على اتنين الروت، او بلاش واحد على اتنين الروت، اتفقنا ان بلاش منها دلوقتي. الروت اكس دي مش اللي هي اكس اس نص؟ ها اكس اس نص دي مشتقتها ايه؟ بنص، اكس اس ناقص نص.
بس عايزين بعد كده بقى من هنا ورايح ان مشتقة الجذر اكس بواحد على اتنين الجذر على طول. ماشي؟ متضايق منها فالروت اكس اللي هي اكس اس نص. مشتقة الزاوية اللي اسمها اكس اس نص دي بكام؟ بنص اكس وطرحت من الباور واحد بقت نص اكس اس ناقص. فالدوال المثلثية يا جماعة كاشتقاق مش صعب خالص. هي بس القصة مشكلتها ان انت اصلا تبقى عارف القوانين. ماشي؟ طيب. شوف مثال كمان. واي بتساوي تان اربعة اكس. تان بقى. كوزيك اربعة اكس. وطالب منك الواي بابل داش. تعالوا كده نجيب الواي بابل داش. الواي داش اصلا هيساوي ايه؟ تفاضل الكوزيك. مش فاكر. تعالى نطلع فوق. الكوزيك الكوزيك الكوزيك. ايوة اهي. تفاضل الكوزيك بناقص كوزيك كوتان. يبقى تفاضل الكوزيك هقوم كاتب له كده بناقص كوزيك كوتان. طبعا مش كوزيك هوا ولا كوتان هوا. كوزيك الانجل اللي اسمها 4 اكس وكوتان الانجل اللي اسمها 4 اكس. برافو عليك. كده انت اشتقيت الكوزيك. ما تنساش تشتق مين. اوعى تنسى الزاوية. ال 4 اكس دي يا جماعة مشتقتها بكام؟ باربعة. تقوم كاتب باربعة. على فكرة صحيح مش فارق ان انت تشتق يعني الزاوية تقوم حط الاربعة هنا او تحطها هنا مش فارق. فاهم؟ واخد بالك؟ ده بالعكس انا ساعات بخاف يا جماعة يعني خدوا بالكم برضو الحتة دي تكنيكال او فنية شوية. ساعات بخاف اكتب مشتقة الزاوية هنا. ليه بقى؟ خايف واحد يحسب نفسه بيختصر يقوم ضارب الاربعة دي في الزاوية فيخلي دي بدل ما هي 4 اكس تبقى 16 اكس. قال يعني كده اختصر. مفيش اصلا حاجه من بره ينفع تضرب في زاويه. فاهم؟ ده فاريبل بره ما ينفعش يتضرب في زاويه الدوال المثلثيه. فاهم؟ فانا بخاف احط الاربعه هنا على اليمين لحد يقوم ضاربها في الزاويه دي يفتكر نفسه قال يعني كده بيختصر. فهتلاقيني مثلا اوقات كتيره لا ما احبش اكتب مشتقه الزاويه هنا احب اكتبها هنا على الشمال عشان ما حدش يقوم ضاربها في الزاويه بتاعه الكوزيك او الكوتان. واخدين بالكم يا جماعه؟ فاوعى حاجه من بره تقوم ضاربه. يعني مثلا برضو في المثال اللي عملناه في الاول اهو ما ينفعش مثلا اقوم ضارب الثلاثه اللي هي مشتقه الزاويه في الزاويه دي خليها 9 اكس زائد 3. اوعى تعمل كده. الزاويه يا جماعه ما بيتلعبش فيها. يعني الثلاثه ده حقته بدل ما تلخبط نفسك حقته تكتبه هنا. ليه؟ عشان ما حدش يفتكر نفسه بيختصر في قوم ضارب الثلاثه في القوس ده. دي زاويه للداله المثلثيه. ما فيش حاجه من بره ينفع تنضرب في زاويه للداله المثلثيه. واخد بالك؟ عشان الحته دي مهم. برضو الاثنين اكس زائد اثنين اللي هي مشتقه الزاويه. اخاف قوي احطها هنا يقوم حد ضربها لي في القوس ده، قال يعني بيختصر. لا الكلام ده غلط. حط الاثنين اكس زائد اثنين هنا احسن لو الشيطان هيلعب بيك ويقول لك ايه؟ ما تختصر يا عم واضرب القوسين في بعض. لا ده قوس بتاع الزاويه بتاعت الكوزاين. ما ينفعش حاجه من بره تضرب في زاويه. واخد بالك من المعلومه دي؟ طيب. المهم المساله دي كان طالب مني ايه؟ واي دبل داش. يعني هو ما استكفاش لسه. طيب بسيطه ان شاء الله. انا جبت ايه؟ جبت الواي داش. عايز اجيب الواي دبل داش يعني عايز اشتق الكلام ده. طب تعالى كده نشتقه. واي دبل داش بيساوي طيب الناقص 4 ده ما تشغلش بالك بيه. قلنا الكلام ده من كتير. ده مش بزيرو. ده امتى بزيرو؟ لو هو لوحده. انما الراجل ده مضروب في كوزيكو تاني يعني سيبك منه. اعمل فيه ايه؟ سيبك منه مالكش دعوه بيه. خليك دلوقتي في الكوزيك والكوتان. هو الكوزيك في الكوتان دول يا جماعه ازاي اشتقهم؟ تقول لي يا باشمهندس ما تروحش بص على الجدول هتلاقي ان مشتقه الكوزيك بناقص كوزيك كوتان مشتقه الكوتان بناقص كوزيك سكوير. ما تبص على الجدول والزق المشتقتين في بعض وخلصنا. طيب هو الكلام ده صح؟ يعني يا جماعه هروح ابص على الجدول هلاقي ان مشتقه الكوزيك بناقص كوزيك كوتان هقوم كاتبها. هلاقي ان مشتقه الكوتان بناقص كوزيك سكوير هقوم كاتبها. هقوم كاتبهم كده جنب بعض وشكرا كده انا كده حليت المساله صح. لا غلط طبعا. غلط ليه؟ لانها يا جماعه مش كوزيك زائد كوتان. مش كل واحد في ترم لوحده. ولا هو كوزيك ناقص كوتان فمش كل واحد في ترم لوحده. دول يا باشمهندسين مضروبين في بعض. مضروبين في بعض. فيجي هنا قانون الضرب. فلازم تستخدم. طيب ما هنا للاسف مش هتتبسط. يعني انت هنا مثلا نحول الكوتان مثلا تخليها
كوزاين على ساين. هي حلوة الفكرة بتاعتك دي بس هي مش هتعمل لنا حاجة للأسف. بص هي الكوزيك يا جماعة طبعا ممكن اكتبها واحد على ساين زي ما اتفقنا القوانين ان الكوزيك هي مقلوبة الساين. الكوتان هي كوزاين. يا باشمهندس ايوه معلش هو السالب 4 كوزيك 4 اكس ولا دي علامه الفيل اللي هي الضرب؟ معلش عشان اتلخبطت فيها بس ايه كوزيك أيوة. دي لا علامه الضرب مضروبين في بعض كوزيك كوتان. تمام معلش بس اتلخبطت هنا خالص. لا 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 ولا يهمك. هنا يا جماعه باشمهندس زميلكم هنا بيقول ايه؟ ما تفك الكوزيك واحد على ساين والكوتان كوزاين على ساين. على فكره احيانا برضو الحاجات دي بتنفع قوي يا جماعه الاختصارات دي، وهو حلو ان هو يفكر في كده ان ما تفك كوزيك واحد على ساين وكوتان كوزاين على ساين. بس للاسف انتوا بعد ما تفكوه مش هتلاقي في اختصارات. يعني مثلا لو عارف لو ده ساين فده ساين فده هيقوم صاير مع ده، انما للاسف هنا مفيش حاجه هتطير مع حاجه يا جماعه، فالاختصار هنا للاسف مش هينفع. يعني لو فكيت كوزيك واحد على ساين وكوتان كوزاين على ساين للاسف مش هعرف اعمل حاجه، مفيش اختصار. طب انا لو فكيتهم زي ما بقول كده يبقى انا كده يعتبر ما جبتش التفاضل برضو ولا جبت التفاضل؟ لا 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 ما جبتش التفاضل ولا حاجه، انت كانك بتعمل سمبليفيكيشن للواي داش كانك بتعملها تصعب اصعب. اه هيبقى شكلها غبي لان انت خليتها بسط ومقام اصلا، يعني واخد بالك هتبقى اصعب مش هنعرف. اه فحته ان انا يعني فكيتهم للاسف مش هتعمل اي اختصاره يعني في الواي داش مش عارف ابسطها. فهو هنا طبعا هتستخدم قانون الضرب. يعني اوعى يا جماعه حد يكون فاكر ان هيشتق الكوزيك ويقوم مشتق الكوتان ولازقهم كده جنب بعض وشكرا ويمشي. لا دول مضروبين في بعض مش مجموعين ولا مطروحين من بعض عشان تعمل كل واحد على حده وتمشي. طيب فالناقص 4 زي ما بقول لك فكك منها، سيبك منها وافتح كده قوس كبير عشان انتوا عارفين طبعا في قانون الضرب ايه اللي بيحصل. بيتعمل لك ترمين، بتشتق الاول وتثبت الثاني بلس هتثبت الاول وتشتق الثاني. فالناقص 4 اللي انا مطنشه ده المفروض هيبقى مضروب في كل الرغي اللي هنتكلم فيه دلوقتي. المهم الناقص 4 ده من حيث المبدأ بتطنشه يعني مالكش دعوه. طب يلا بقى للكوزيك كوتان كده عايزين نشتقهم يا جماعه. قانون الضرب بيقول لك ايه؟ اشتق الاول والثاني مالكش دعوه بيثبته. طب الكوزيك ده مشتقته ايه؟ نرجع كده فوق اهو، الكوزيك مشتقته بناقص كوزيك كوتان. طب يلا كده نشتقه. يبقى يا جماعه عشان بس الناس ما تسرحش معايا عشان المساله هتبقى كبيره شويه، ناقص 4 ده مالكش دعوه بيه، تبقوا كده وافتح قوس قال يعني هيبقى مضروب في كل الرغي اللي هنرغيه دلوقتي. مشتقة الكوزيك الاولاني بناقص كوزيك كوتان على حسب تعليمات الجدول اللي فوق. طبعا لما تشتق الكوزيك ما تنساش تشتق مين؟ زاويتها، زاويتها اللي هي 4 اكس مشتقتها بكام؟ ب 4. وزي ما بقولك ما بحبش احطها على اليمين عشان الشيطان ما يقوليش اضرب الاربعه في الاربعه على الاكس اللي هي بتاعت الزاويه دي، بحب احطها هنا على الشمال. يبقى انا اشتقت الاولاني. ايوه قول. ما تخلينا ماشيين على مبدا نشتق الزاويه الاول. ماشي خلاص ماشي. يبقى هشتق الكوزيك عايز اشتقها فهشتق زاويتها الاول باربعه ومشتقه الكوزيك بناقص كوزيك كوتان. طب والتاني؟ والتاني هتثبته، اكتبه زي ما هو بس. ها قانون الضرب بعد كده بيقول لك ايه؟ المره دي هتثبت الاولاني اللي هو كوزيك 4 اكس هتثبته وتشتق الاخ الثاني ده. طب يا جماعه عايزين نشتق الكوتان، عشان تشتق الكوتان بتعمل ايه؟ بتشتق زاويتها في مشتقه الكوتان. طب مشتقه ال 4 اكس اللي هي الزاويه بتاعت الكوتان ب 4. طب مشتقه الكوتان نفسها لو بصيت فوق هتلاقي انها ناقص كوزيك تربيع. تاني ايه اللي حصل؟ عشان نتوه شويه. ناقص 4 ده انا يعني كتبته هنا وفتحت قوس كبير عشان هيبقى مضروب في كل الرغي اللي هيجي دلوقتي، طنشته يعني مالكش دعوه بيه. خليك مركز بقى مع دول. مشتقة الاولاني كوزيك بناقص كوزيك كوتان وطبعا الزاويه ما بننساهاش اللي هي 4 اكس ب 4. طب والتاني؟ ماليش دعوه بيه نزلته زي ما هو. بلس العكس بقى، الكوزيك ده هو اللي نزلته زي ما هو واشتقته الكوتان. طب الكوتان مشتقته بايه؟ بناقص كوزيك تربيع وما ننساش نشتق زاويته باربعة. يبقى الواي دبل داش يا جماعه لو حبيت اعمل تبسيط شويه للشكل ده انا كده خلصتها بس هعمل تبسيط بس. ناقص 4 هيتضرب في كل اللي جوه ده فناقص 4. طب وحضرتك خليت
خليت تفاضل الزاويه بتاعت الكوتان بسالب 4 عشان انت هو كان بيبقى على اليمين فدخلته جوه. لا لا عكس لا لا الاشاره. لا هو اصلا مشتقه الكوتان فيها سالب. بص تمام فهمت كده خلاص. مشتقه الكوتان فيها سالب. شكرا شكرا يا باشمهندس. حبيبي هندسه اي حاجه بتبدا بحرف السي بيبقى فيها سالب. فالكوتان اوله سي يبقى فيه سالب. طب حلو هضرب بقى يا جماعه السالب 4 في القوس اللي جوه ده. فالسالب 4 في اول ترم ده كله فسالب 4 اللي بره ده في سالب 4 اللي جوه ده هيدي 16 اهو كوزيك 4 اكس. طبعا هنا انتم ملاحظين ان في كوتان مضروبه في كوتان زيها ايه. طب ما بدل ما كوتان في كوتان ما نكتبوها كوتان سكوير وخلاص. يعني كوتان سكوير يعني حاجه من قرام مرتين حاجه من قرام مرتين ومضروبه في بعضها. ما يعني ايه اكس سكوير؟ ان اكس مضروبه في اكس تبقى اكس سكوير. يعني ايه اكس اس 4؟ ان اكس مضروبه في اكس مضروبه في اكس مضروبه في اكس. فبدل ما الاربعه مضروبين في بعض طب ما نكتبها اكس اس 4. فكوتان 4 اكس في كوتان 4 اكس ما تكتبها كوتان تربيع وخلاص. طالما حاجه مضروبه في نفسها مضربها يعني ما تكتبها اس 2 وخلاص ماشي. فانا كده ضربت الناقص 4 في الناقص 4 ب 16 نزلت الكوزيك وكوتان في كوتان كتبتها كوتان تربيع. ده كده اول ترم. طيب ثاني ترم اللي هو بعد الزائد ده يلا برضو يا جماعه نشتغل فيه. الناقص 4 اللي بره ده خلي بالك مضروب في القوس ده كله. فناقص 4 هتبص هنا هتلاقي فيه حاجه برضو اسمها ناقص 4 فتديك زائد 16. خلي بالك عندك هنا كوزيك 4 اكس في كوزيك تربيع. طب كوزيك في كوزيك تربيع تديك كوزيك اس كام؟ ما هو الاثنين نفس الفانكشن فتديك كوزيك اس 3 4 اكس. كده انت قدرت تشتق وكمان توصل لابسط صوره ماشي. فحبيت برضو يعني ايه اوريكم برضو ان عادي ممكن يطلب منك مشتقه تانية في مسائل دوال مثلثيه. مساله تحببك شويه في الاختصارات. لو انا عندي الواي بيساوي مثلا كوزين اكس تان اكس طالب منك الواي دبل داش. حلو. طبعا ممكن واحد يروح يلبس نفسه في قانون حاصل ضرب دالتين يقول لك طب كوزين دي داله والتان دي داله ويروح بقى يشتغل قانون حاصل ضرب دالتين. في حين ان هو لو فكر في الاختصارات مش التان دي يا جماعه هي ساين على كوزين. يعني التان دي مش ممكن تتكتب كده بساين على كوزين. فاصبح ايه دلوقتي لو انت عارف ان التان هي ساين على كوزين الكوزين اللي تحت ده اللي في المقام هيطير مع الكوزين اللي يعتبر موجود في البسط. فالواي اصلا اكنها بتساوي ساين اكس بس. فيبقى الواي داش بيساوي ها مشتقه الساين بكوزين. لو بصيت في الجدول فوق هتلاقي ان مشتقه الساين بكوزين وطبعا مشتقه الزاويه مشتقه الاكس بواحد. طب الواي دبل داش لو عايز اجيبها اهو مشتقه الكوزين اللي انا وصلت لها دي بناقص ساين وطبعا مشتقه الزاويه مش هنتكلم عنها لانها بواحد. فده برضو يعني ميزه ايه ان انت تبقى عارف العلاقات. يعني هنا واحد ممكن كان يروح يلبس نفسه في قانون حاصل ضرب دالتين. عيش بقى عيش بقى عشان تجيب الواي دبل داش بقانون حاصل ضرب دالتين. انما لو انت عارف ان التان ساين على كوزين خلاص شايف العمليه بقت سهله ازاي. جرب بقى تحلها كده بقانون حاصل ضرب دالتين تضايق جدا هيبقى شكلها وحش قوي يعني ماشي. فده برضو يعني لايه لازمه ايه القوانين اللي اديتها لكم فوق دي ماشي. ده بالنسبة للدوال المثلثية. ممكن ناخد حاجة سريعة بقى عشان نخلص السكشن ده كده رول رقم 8. ممكن نحل مسائل من هنا مش هنلحق ناخد حاجة. طب لا في حاجة ممكن ناخدها اللي الباشمهندس سألنا عليها. واي بتساوي ساين 2 باي ساين بتساوي 2 باي اكس وعايز الواي داش. يا جماعه بتلاقوا ساعات في المسائل كده جوه الساين زاويه كده اسمها 2 باي اكس ماشي. ايه الباي ده بقى يا جماعه؟ الباي ده هو على فكره الباي ده رقم. يعني الباي ده اصلا اللي هو الرقم المشهور اللي اسمه 22 على 7. يعني الباي ده واصلا الرقم اللي هو عباره عن 22 على 7 واخد بالك. فانت لما تتعامل معاه تتعامل معاه كرقم عادي واخد بالك. ف
فانت عندك لو عايز الواي داش اهو هتشتق الساين بكوزاين 2 باي اكس اهو. ما تنساش تشتق الزاويه بقى مشتقه الساين بكوزاين. طب الزاويه ال2 باي اكس دي مشتقتها ايه؟ ال2 باي ده بص له ان هو رقم, يعني ال2 باي ده بص له رقم زي الخمسة, يعني ال2 باي دي تخيلها خمسة على بعضها كده اسمها خمسة. ال5 اكس مشتقتها ايه؟ ما انا عايز اشتق الزاويه بقى, فال5 اكس مشتقتها 5. ال2 باي اكس مشتقتها ايه؟ 2 باي 2 باي, واخد بالك؟ فالباي دي يعني ما تضايقكش في حاجه, يعني الباي دي شوفها زيها زي ايه رقم. الباي دي لما تشوفها سميها في دماغك 5, فالرقم ده كده بصيت له ان هو رقم اسمه 10 مثلا. فال10 اكس مشتقتها ب10, ال2 باي اكس مشتقتها ب2 باي, ماشي؟ فده برضو يا جماعه بالنسبه للباي اللي انتوا ايه ساعات برضو بتشوفوها ايه في المسائل, ماشي؟ فهي مجرد رقم. ايه تاني؟ حاجه تانية برضو هي في المسائل بتاعتكم دي, فهي مهمه. اقول لك مثال نحله كده. ما هو في حاجه بس عايز اقولها برضو في الدوال المثلثيه, ماشي؟ لو انا عندي الواي بتساوي ساين تربيع اكس وعايز يا شباب اشتق دي, خد بقى بالك من دي عشان دي انا لقيتها موجوده في الكتاب اهي. الدوال المثلثيه لو عليها باور وعايز تشتقها بتعمل ايه؟ بصوا بقى يا جماعه, لو الداله المثلثيه عليها باور اوعى تكون فاكر ان مشتقه الساين تربيع اكس بكوزين تربيع اكس كده, اوعى تكون فاكر كده, الكلام ده مش هيبقى صح. مشتقه الساين اكس هي اللي بكوزين اكس, انما الساين متربعه دي مشتقتها مش كده. امال مشتقتها ازاي؟ بصوا بقى يا شباب, لما تلاقوا الداله المثلثيه, المعلومه دي مهمه قوي على فكره, كانك كوست باشمهندس. الله ينور عليك. لما تلاقوا يا جماعه الداله المثلثيه عليها باور تعتبرها اكنها, يعني انت ممكن تكتبها كده اصلا, اكنها موجوده جوه قوس اس 2, هي ساين تربيع فاكنها موجوده جوه قوس اس 2, وتتعامل معاها بقاعده البراكت. عارفين قاعده مشتقه القوس كانت بتقول ايه؟ نزل الباور, اطرح من الباور ده واحد فتبقى واحد في مشتقة ما بداخل القوس, وما بداخل القوس هو ساين, مشتقة الساين بكوزاين. واحدة كمان كده, واحدة كمان من الكتاب بقى. أنا عندي الواي بتساوي كوتان تكعيب أهي, واي بتساوي كوتان تكعيب روت إكس. في مسألة عندكم فالواي داش بيساوي, قبل ما نقول الواي داش كوتان تكعيب يا جماعة, هو هندسه معلش بس, هو الكتاب ده موجود فين اصلا؟ هو ده موجود على الـ التيمز, يعني انتوا شايفين طبعا الشاشه بتاعتي صح؟ هوريك الكتاب ده موجود فين. تيمز بيزكنس, شايف كلمه فايلز اللي فوق دي؟ تمام, خد بالك دوس عليها, كورس ماتيريال, كورس ماتيريال دي اضغط عليها اهو, هو ده الكتاب بتاع ثالثه ثانوي. خلاص ودي ماشي, ودي ورقه الاساينمنت يا جماعه, يعني الاساينمنت انتوا بتحلوها هنا في ارقام, لما تفتحوا هتلاقي في ارقام المسائل اللي انت المفروض تحلها من الكتاب ده. طبعا الاساينمنت لسه يعني مش هطلبها منكم دلوقتي, قبلها باسبوع اقول لكم يعني لما اجي اطلبها. خلاص تسلم هندسه, ماشي بس وحضرتك بتطلب مننا الاساينمنت ولا الدكتور؟ لا انا اللي هطلب. تمام ماشي ماشي, شكرا حبيبي هندسه. طب الواي بتساوي كوتان تكعيب روت اكس, خلي بالك التكعيب ده على الكوتان يعني مش على الروت, كوتان تكعيب وزاويتها روت اكس. فزي ما بقول لك, اول لما تلاقي الداله المثلثيه عليها باور, اول ما يا جماعه ما نلاقي الداله المثلثيه عليها باور من نفسكم كده اعملوا قوس, وهنا باور 3 يبقى قوس اس 3, واكتب كده الكوتان بتاعتك من غير باورات ولا حاجه, وادي الانجل بتاعتها الغلبانه اللي اسمها روت اكس, ماشي؟ يبقى اول ما تلاقي الانجل بتا... مش الانجل, اول ما تلاقي الداله المثلثيه عليها بار اعتبرها اكنها موجوده جوه قوس, وبعد كده عيش حياتك. الواي داش هيساوي, انا يا جماعه قاعده القوس بتقول ايه؟ نزل البار, تطرح من البار واحد, زي ما هو اهو بس تطرح من البار واحد, بعد كده اشتق بقى ما بداخل القوس. طب ايه اللي جوه القوس يا جماعه؟ كوتان روت اكس. ها مشتقه الكوتان بايه؟ لو طلعت للتيبل بتاع الكوتان هتلاقي ان مشتقه الكوتان بناقص كوزيك سكوير اهو, والزاويه اسمها روت اكس. ناقص كوزيك سكوير حاف؟ لا, ناقص كوزيك سكوير زاويتها اسمها روت اكس.
طب انا ايه كده يا جماعه اللي ناقصني؟ حد عارف ايه اللي ناقصني ولا انا كده خلصت المساله؟ المشتق بقى بالظبط روت اكس جذر الاكس بالظبط كده. لما بشتق داله مثلثيه يبقى انا اشتقيت البراكت نزلت البار تحت من البار واحد. خلاص كده خلصنا القوس بقى. اللي جوه القوس بقى عباره عن كوتان روت اكس بقى عايز اشتقها. فمشتقة الكوتان بناقص كوزيك سكوير. ما تنساش تشتق الزاويه بقى اللي هي روت اكس. مشتقة الروت اكس بواحد على 2 الروت. او لو انت عايز تقول ان روت اكس اللي هي اكس اس نص يبقى نص اكس اس ناقص نص مشتقة. لو انت مش عايز تعرف قصه واحد على 2 الروت ماشي. فكده يا جماعه قدرت ان انا اشتق الداله المثلثيه. ممكن نتعامل مع الجذر يا باشمهندس معلش. ممكن نتعامل مع الجذر نقول 2 في تفاضل ما تحت الجذر. 2 في تفاضل ما بداخل الجذر ازاي يعني؟ مش فاهم يعني. انت مثلا عندك جذر اهو اكس تربيع زائد 1 عايز تقول ان مشتقته ب 2 في تفاضل ما بداخل الجذر كده يعني. وانا ما انا ايوه هي دي. لا ما مش صح. لا هقول حضرتك هقول بص هي هتبقى برضو 1 على 2 الروت بالك ماشي. يعني هو تفاضل الجذر يا جماعه عموما الجذر التربيعي بس ماشي. تفاضل الجذر التربيعي ب 1 على 2 الجذر او تفاضل الجذر التربيعي ب 1 على 2 الجذر. بس طبعا لو كان الجذر ده موجود حاجه جواه لازم تضرب في مشتقه الحاجه اللي جواه اللي هي ب 2 اكس في الحاله دي. اتلخبطوا نفسكم. سيبك من اللي انا بقوله ده. ده مثلا يعتبر قوس اس نص واشتغل يعني. هتلخبطوا في اللي انا بقوله ده. سيبك من اللي انا بقوله خالص. بس هو عموما اي جذر تربيعي مشتقته ب 1 على 2 الجذر. طب لو جذر تربيعي وفي حاجه من جواه قبل الاشتقاق يعني هنا ده جذر تربيعي الاكس. طب 1 على 2 الجذر والاكس ما بنتكلمش فيها لان مشتقتها ب 1. انما انا مثلا لو جذر تربيعي وجواه فانكشن بقى داله كبيره كده هتقول 1 برضو على 2 الجذر في تضرب بقى في مشتقه ما بداخل الجذر اللي هي ب 2 اكس. بديل الكلام ده او الصداع ده بالنسبه لكم ان انت تعتبر ده قوس اس نص واشتغل عادي بقى ان انت هتنزل الباور وتطرح من الباور 1 في مشتقه ما بداخل القوس ماشي. واحنا كده يعني ايه نستكفي بهذا القدر يعني. والمره الجايه ان شاء الله نكمل مثال 9. مثال 9 ده صح؟ صح كده؟ ايوه اللي هو بين قوسين. ايوه حلو. طب نحله. واي بتساوي اتمنى يا جماعه طبعا ان انتوا ايه تبتدوا تحاولوا في الامثله دي عشان لو في حاجه ايه نشتغل مع بعض. المحاضره كده كده متسجله صح هندسه؟ سيكشن السيكشن المحاضره دكتور مكرم برضو بيتسجل. لا تمام انا اقصد السيكشن ده متسجل. طبعا هيبقى فين؟ ما هو بيبقى على التيمز هنا بينزل بعد ما نخلص على طول بتلاقيه نازل. خلاص تمام. واي بتساوي كوتان باي 1 على اكس. طيب المثال ده يا جماعه سؤال رقم 9 عندكم زميلنا عايز يعني عايزنا نحله. الواي داش هيساوي تفاضل الكوتان يعني لو طلعت للتيبل اللي انا عامله فوق ده. اتفضلي. هو احنا امتحاننا اتحدد ولا لسه؟ لا لسه. طب هيجي لحد المحاضرات ولا السكاشن؟ المفروض يعني هو المفروض لحد المحاضرات بس اكيد احنا هنكون يعني غطينا اللي هيجي لكم في المحاضرات في السكاشن. تمام ان شاء الله. يعني حتى لو هنضغط وكده عادي ممكن اديكم سكشنين في الاسبوع يعني لو وصلنا للمرحله دي. بس المفروض لما بتبقي داخله الامتحان المفروض السكشن يبقى مغطي. تمام شكرا يا نعم. طيب واي بتساوي الكوتان باي ناقص 1 على اكس. اول حاجه عايز اشتق الكوتان يا جماعه. طب الكوتان مشتقته بايه؟ انا نسيت. تعالى كده نشوف. مشتقة الكوتان بناقص كوزيك تربيع. يبقى مشتقة الكوتان اهو بناقص كوزيك تربيع الزاوية كده زي ما هي ما بلعبش فيها. ادي باي ناقص 1 على اكس. رقبي بقى. طب حلو. هل انا كده خلصت؟ لا. لما بنشتق دالة مثلثية الحمد لله اهو ما ننساش نشتق زاويتها يا شباب. طب زاويتها عبارة عن ايه؟ باي ناقص 1 على اكس. طب هو الباي ده مشتقته بكام؟ حد عارف؟ صفر. اللي احنا قلنا بزيرو. صفر بالظبط كده. فالباي ده يا جماعه انا شايفه رقم فمشتقة الباي ده بزيرو ما يشغلنيش في حاجه. الواحد على اكس ده اللي يشغلني بقى. الواحد على اكس ده لو انت مش فاهمه ممكن تقول ان هو عباره عن اكس ناقص واحد. الواحد على اكس ده يا جماعه ما عملتش حاجه انا بس سميته اكس اس ناقص واحد عشان اعرف اشتقه يعني. فمشتقة ده
تبقى عباره عن ايه؟ خلاص الباي بزيرو ده الاخ ده بقى هتنزل الباور فناقص واحد هتضرب في الناقص واحد اللي هنا اصلا تخليها زائد فيبقى زائد اكس اس كام اس ناقص 2 يبقى انا نزلت الباور اللي هو ناقص واحد فبقى فيه هنا ناقص في ناقص هتبقى زائد تطرح من الباور واحد هيبقى اكس اس ناقص 2 هي دي الاجابه بتاعه المساله يا هندسه ماشي تسلم يا هندسه والله حبيبي يا هندسه حد يا جماعه عايز اي سؤال تاني هنا اتمنى طبعا الحاجات دي كلها تطحنوها حد مثال 24 كده خلاص عارفين ان احنا بنجيب الدي واي على الدي اكس الفكره بقى في اللي بعد اللي هو انصر 25 دي احنا مش عارفين مثلا هو او 26 مطلوب مننا ايه بالظبط لا لا ده دي حاجه اسمها التشير رول لسه هنشرحها المره الجايه يعني نحاول في اللي هم اللي فوق بس دول من 7 اه يا جماعه بصوا انتوا من اول يعني هو واحد برضو سبوع علينا المره الجايه اشرحها لكم يعني من 1 ل 6 سبوع علينا المره الجايه فانا عايزكم ان شاء الله تحاولوا يعني تقعد كده يا باشمهندس اه ده صفحه كام هشوف كده 8 صفحه 8 ماشي فانا عايزكم يا جماعه تحلوا كده النهارده في البيت من اول 7 لحد 24 عايزكم تحلوا الكلام ده ماشي من 7 ل 24 سؤال لحضرتك يا باشمهندس اتفضل الكتاب مش هلجأ له غير الا في حاله ان انا اخد منه المسائل بس صح بتحل بس بالظبط بتحل بس منه غير كده ما لجالوش في اي حاجه تاني بالظبط مش هتحتاجه في حاجه تاني حل بس منه مثلا سؤال اخير بس اتفضل السلايد اللي حضرتك كنت بتكتب فيها دي حضرتك هترفع على الفايلز بتاع التيمز اصلا المشكله دي مش سلايدز ده برنامج اسمه ماثيماتيكا فبرنامج الماثيماتيكا ده وش مش هشتغل عندكم اصلا يعني لان ده محتاج ان انت اصلا يبقى عندك برنامج اسمه الماثيماتيكا وده يعني صعب يكون عندكم ففي هو بص هو البديل اهو ان في بي دي اف انا عامله المفروض في الكلام ده برضو خد بالك المفروض في امثله حتى لو مش بالارقام بس هي من نفس الافكار تمام طيب يا باشمهندس بعد اذن خدها كده اسايمنت ولا هيتسلم يعني ولا هنحله احنا لينا احنا لا ده ليك انت تمام ده ليك انت هقول لك ايه المسائل في الاسايمنت المطلوبه فيه ثانيه واحده كده اهو ده الاسايمنت انت في الاسايمنت في صفحه 8 دي مطلوب منك مسائل 21 و24 و26 21 و24 بص يعني دول اللي مطلوبين بس في الاسايمنت اصلا 21 و24 و26 احنا لسه ما يعني ما طبقناش عليها دي يعني لسه ما قلناش فكره المساله دي ماشي ف21 و24 و26 بس خلي بالك مش دي مسائل الاسايمنت بس ده في بيش 8 لسه بقى فيه في 13 وفيه في 17 واخد بالك فالاسايمنت 1 هيبقى هو المسائل ارقام المسائل دي كلها يعني من بيش 8 مثلا هتلاقي 21 و24 و26 فانت ممكن في الاسايمنت الا اول مسالتين دول بس طب هتسلم ازاي حضرتك هيتسلم اونلاين يعني انت بعد ما هتحله يعني في كشكولك ولا حاجه هتعمل زي ما انا بعمل كده يعني انا مثلا عامل ايه عشان احضر السكشن ده سيبك ان خط زباله يعني مشكله يعني انت بتكتب في كراسه ولا حاجه بعد كده بتصوره في برنامج اسمه نوت بلوك اكتب لكم اسمه البرنامج ده يا جماعه بعد ما يعني لو صورت من خلاله بيحسن دقه الصوره يعني اسمه نوت بلوك عايز طبعا تستخدمه لو انت كاميرا الموبايل كويسه خلاص يعني فممكن تستخدمه لانه موبايل اي كلام فبستخدمه فبرنامج النوت بلوك ده ميزته ان هو بيخلي دقه الصوره عاليه يعني يخلي دقه الصوره كويسه بعد ما بتصور الصفحات بتاعتك بتحطها في وورد كصور يعني وتحوله بي دي اف وتقوم مدوه واخد بالك المفروض بيتسلم على حاجه اسمها ال ام اس بس انا مش عارف بقى ال ام اس انت هتخش عليه ولا دخلته عليه ولا ما دخلتوش عليه اصلا ايوه احنا بنسلم كل بنسلم عليه عادي المواد بتاعتنا على ال ام اس اساسا بالظبط كده فبعد ما تحوله للبي دي اف هتقوم حاطه على ال ام اس انا هبقى حاطط لينك طبعا باسايمنت 1 هتقوم بعد حاطه جوه اللينك ده خش جوه اللينك ده وترفعه طب هو احنا كده تمام المحاضره كده السكشن كده النهارده بتاع النهارده كده خلص صح يا هندسه كده خلاص بقى يعني مش هنقدر نطول عن كده عشان حتى الناس ما تفصلش يعني كان في سؤال طيب كان دكتور مكرم شرحه بس ايه في اول محاضره بس انا اتحركت بصراحه اقول له ان انا مش فاهمه تاني عشان ايه يعني ما رضيتش اقوله كده وروني كده اللي هو ثواني دي لحظه الله اللي هو المودلز ده المقياس حلو
احنا بنحتاج نبقى عارفين الاشكال مثلا الكوزين اكس، بنحتاج ان احنا نبقى عارفين الشكل بتاعها او الاشكال بتاعتها بتاعت الدوال كلها عشان لما نيجي نجيب المودلز بتاعها، صح؟ المودلز بتاعها، لا ثانيه انا مش واخد بالي، يعني هو المودلز اللي هو زي ما انا كاتب كده ان واي بيساوي مقياس اكس، صح؟ ده اللي هو بيتفك، هو ده اللي هو بيتفك باكس لو اكس اكبر من زيرو، تمام ماشي، او ناقص اكس لو اكس اقل من زيرو، تمام. هو عمل بايه يعني، ده عمل بايه في الاشتقاق ده؟ اعتقد هو كان بيعرفكم، يعني هو يعني هو كان بيشرحه للمودلز اصلا. لا كان في حضرتك مسائل في السلايد، لا هو حل مساله بنفسه، هو ادانا اكس وانا برضو ما فهمتهاش، انا كمان ما فهمتهاش. واي بتساوي اكس تربيع ناقص واحد، وبعد كده رسم لنا الرسمه بتاعتها، وبعد كده الجزء اللي هو من تحت ده خلوه لنا من فوق بالمودلز والكلام ده كله. احنا مش فاهمين النقط دي اساسا، احنا مش فاهمين اصلا المودلز خالص، بس اتحرجنا ان احنا نقوله تاني يعني، او ما سالناش تاني فيه لانه هو كان هو المودلز ده الحقيقه مش في الاشتقاق لسه، بس ده هيقابلكم قدام، ان انت هيبقى عندك مساله ويقول لك بقى يعني دي مساله في سلوك الداله، يعني انت عشان تعرف الماكسيمم هنا يديك حاجه اسمها مودلس الاكس. فانت اهم حاجه بس تبقى عارفها ان المودلس الاكس ده المودلس ده وظيفته ايه بس يا هندسه، دي اهم حاجه بس تبقى عارفها، ان هو بيخلي اي حاجه سالبه تطلع موجب، يعني عارف لو مودلس سالب 4 ده بيطلع ب 4، لو عندك مودلس 5 فده مودلس 6 مثلا بيساوي 6. فهو المودلس ده وظيفته في الحياه ان اي حاجه سالبه بيخليها موجبه، واخد بالك؟ يعني يعني كده الدكتور لسه ما دخلش في المنهج ولا ايه؟ هو الدكتور انا مش عارف، هو ما اديش اشتقاق انت يا باشمهندس، هو كان بيقول لحضرتك الداله الضوئيه والداله اللي هي البارامتريه دي ولا لا البارامتريه. طب بيقول لحضرتك يا باشمهندس، هو كان بيمهد كان بيمهد بس يا باشمهندس، وقال ده تمهيد اللي جاي. طب هو ده الدوال المثلثيه؟ ده طب حلو. يبقى دي يبقى المودلس اكس ده كان تمهيد صحيح، يعني لان هو فعلا هيستخدمه قدام. فالمودلس اكس ده بقى يا شباب بان هو يعني بيخلي اي حاجه موجبه. فالمودلس اكس ده لو انت عايز تفك كلمه مودلس دي بتفك ازاي؟ بتقول والله لو اكس اكبر من الزيرو، معنى ان الاكس يا جماعه اللي جوه اكبر من الزيرو، معنى كده ان القيمه دي موجبه ولا سالبه؟ موجبه اكبر من الزيرو، موجبه فبيطلعها في اكس عادي، ولو اكس اقل من الزيرو يبقى سالبه، يبقى سالبه. هل المودلس هيسمح لحاجه سالبه تطلع؟ لا، بيقوم ضاربها في ايه عشان تبقى موجبه؟ بيقوم ضاربها في جواها في سالب اكس، بس كده. ففكت اي مودلس بتبقى بالشكل ده، لو انت عايز تشيل المودلس لازم تحط الشكلين دول، انها تفك باكس لو اكس اكبر من الزيرو، بناقص اكس لو اكس اقل من الزيرو. بس هي زي ما بقول لك هي حاجه اصلا انت مش بتستخدمها دلوقتي اصلا، واخد بالك؟ هنتكلم عنها في الدرس قوي يعني. هو كان بيتكلم في الرسم اصلا، فهو جاب الرسم في كل مره واحده. لا لا، ده هي مجرد يا جماعه انترودكشن يعني، انترودكشن يعني. ثاني حاجه معلش يا باشمهندس اسلام، قال لك كمان يا باشمهندس. اتفضل. في طب اتفضل يا باشمهندس. طب اتفضل يا احمد، اسمعكم كلكم يا شباب يعني، احنا قاعدين. اللي هو بتاع مساله ازاي اعرف الدومين والرنج، عشان طبعا احنا ما خدناهاش طبعا في ثانويه، او كان احنا طبعا فني وكده، فالواحد نسيها وكده. فازاي اصلا نعرف الدومين من اي مثلا، من اي مثلا فانكشن معادله، من اي معادله، او نعرف منها الرنج الرنج بتاعها؟ هي برضو دي حاجه سبق الاوانه، طب ما تخليها قدام دي شويه. خلاص تمام، انا هو اساسا الدكتور مكرم الدافع عشان كده بس انا. هي دي اساسيات احنا برضو محتاجينها، خلي بالك. بس هي مش نستخدمها دلوقتي خالص، ده في اخر الكورس خالص، وكده كده لازم تتقال عشان نعرف نخش اصلا في الدرس يعني. خلاص تمام ماشي يا ناس. ماشي معلش انا اسف. لا يا يعني مش عيب، الاسئله كلها حلوه، تفتح حاجات حلوه. كان في كمان برضو سؤال يا باشمهندس، بيقول لي فايند ذا بوينت، وقال لي فور هوريزونتال اند فيرتيكال. هوريزونتال تانجنت وفيرتيكال تانجنت، دي برضه هناخدها في السكشن ده. السكشن الجاي دي ده السكشن الجاي ان شاء الله يوم الاحد. في رسم وحاجات تماس وكده. لا بس انت ما بترسمش، ده الرسم ده هو بيوضح لك يعني، بيوضح لك الافكار بتاعته، انما انت اصلا ما بترسمش في السؤال ده. ده التانجنت والنورمال لاين كل حاجه بيوضحها بالرسم، فالموضوع تعب. لا ده انت بترسمش خالص المساله دي، بس ان شاء الله احنا المره الجايه اصلا هناخد ايه، هقول لكم برضه عشان تبقوا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. احنا هناخد بقيه الدوال، يعني بقيه الاشتقاق. ايه اللي فاضل لنا في الاشتقاق؟ فاضل لنا قاعده اسمها قاعده السلسله، الداله البارامتريه، وفاضل لنا كمان الداله الضمنيه. كده يبقى احنا ايه، خلصنا الاشتقاق، فاضل لنا الثلاث يعني الثلاث مواضيع دول.
بعد كده بعد كده هنقوم قلبين على ايه؟ على التانجنت والنورمال. انت كنت لسه بتكلمني فيها دي. فده السكشن الجاي اصلا هناخده. خلاص احنا ما نسبقش الحديث بقى ان شاء الله. السكشن الجاي نشوف الدنيا. فالتانجنت والنورمال ان شاء الله برضه هقوم نغطيهم المره الجايه يعني. انت لو فيها بس مهندس في ناس اعتذرت ان اعتذرت لحضرتك عشان بس الوقت اتاخر معاها النهارده. الميعاد كان متاخر وكنا واخدين رياضه الصبح فهم ما عرفوش يدخلوا النهارده يعني. الساعه 8 عشان وقت متاخر يعني. ما كده كده احنا بنعمل ريكوردنج يعني. انا حتى مش هاخد اتندنس اصلا يعني النهارده عشان هو اصلا ده مش معاك فول اساسي. ماشي. فان شاء الله احنا الميعاد بتاعنا هيبقى الجاي بقى في ميعاده لحد الساعه 6:30. ماشي. شكرنا يا باشمهندس حبيبي هندسه. هارد لك يا باشمهندس بقى فكرني.